جميلة في المذاكرة لما تيجي تذاكروها، لأن هي بتعتمد على الفهم. يعني لو فهمت المحاضرة هتبقى عارفة يعني إيه cardiovascular diseases أو disorders في الأطفال، لأن cardiovascular diseases عندنا فيها جزء كبير جدا congenital anomaly، والcongenital anomaly mainly بيعتمد على الفهم. الفهم إيه اللي حصل بالظبط وقت الديفلوبمنت أو بعد الولادة خلت الطفل عنده مشكلة في الكارديوفاسكولار سيستم. تمام، أنا دكتورة إيمان بدر معاكم بإذن الله في المحاضرة الأوتلاين بتاعتنا عشان نفهم إيه هي المشاكل اللي حاصلة في الكارديوفاسكولار سيستم. لازم أفهم السيركوليشن بتاعة الطفل داخل الرحم، اسمها فيتال سيركوليشن. هل هي مختلفة عن الأدلت؟ أكيد مختلفة، لأن ده فيتوس لسه واحد بينمو داخل الرحم، فالهارت التكوين بتاعه الكارديوفاسكولار سيستم نفسه غير الأدلت، فبالتالي السيركيليشن هتبقى ماشية جوه بمسارات مختلفة، فلازم نعرفها. لو عرفناها بعد الولادة هنعرف مفروض إيه التغيرات اللي هتحصل ساعة الولادة. لو حصل فيها مشاكل فالطفل ده هتوقع هيحصل عنده كونجنتال أنوملي معين. تمام، يبقى أول حاجة الفيتال سيركوليشن لازم أفهمها. بعد كده عندنا نوعين من الكارديوفاسكولار ديزيزز، يا إما حاجة كونجينيتال يعني الطفل اتولد بديفكت أو بأنوملي معين في الهارت فعنده كونجينيتال هارت ديزيز. تمام، يا إما الطفل اتولد كويس ومعندوش مشاكل بس مع العمر اتعرض لريسك فاكتور أو لحاجات معينة خلت يحصل عنده كسور او مشاكل في الكارديوفاسكولار سيستم، فدي بيبقى اسمها acquired heart disease. acquired يعني الطفل اكتسبها مع الحياة، هو كان مولود الكارديوفاسكولار سيستم بتاعه كويس. الكونجينيتال عندكم كتيرة قوي في الكتاب، احنا هناخد منها 3 انواع فقط. هناخد حاجة اسمها patent ductus arteriosus، ومهم جدا اعرف الاختصارات بتاعتها اللي اسمها PDA. يبقى انا هاخد في الكونجينيتال البي دي اي اللي هو كلمه بيتنت داكتس ارتريوسيس، وهنعرف يعني ايه. تاني نوع في الكونجينيتال هناخد نوع اسمه كو اركيتيشن اوف اورتا، ده اكيد مشكله في الاورتا، يبقى تاني نوع كو اركيتيشن اوف اورتا. والنوعين دولت اللي هم البي دي اي والسي او اي اللي هي الكوركيتيشن اوف اورتا، النوعين دولت اسمهم بيتحطوا تحت تقسيمه كده اسمها اسيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز. يعني ايه اسيانوتيك؟ يعني الطفل عنده المشكله دي بس مش مسببه له سيانوزيس، مش شايفه سنترال سيانوزيس على الطفل. يبقى البي دي اي والكاركتيشن في اورطه الاثنين دول هناخدهم من كلاسيفيكيشن في الكونجينيتال هارت تبع الاسيانوتيك هارت ديفكت. في نوع ثالث اللي هو التترولوجي اوف فالوب، والتترولوجي اوف فالوب ده تحت الساينوتيك، يعني الطفل بيبقى عنده ساينوزيس. الاكواير ده هناخد نوع واحد بس اللي هو الروماتيك هارت ديزيز او الروماتيك فيفر. عشان ادخل على الفيتال سيركوليشن هنعمل ريفيجن سريعه جدا كده على السيركوليشن بتاعتنا العاديه، هو البلاد ماشي ازاي. احنا عندنا الكارديوفاسكولار سيستم بيتكون من حاجتين، الهارت اللي هي العضله اللي بتضخ اللي هي شغاله بتعمل بامبنج، والبلاد فيزلز اللي هي عبارة عن artery وفين. البلاد فيزلز عندي دي هي الشبكة المنتشرة في الجسم اللي هي بتودي البلاد الاكسجينيتد للأعضاء وبتاخد منها البلاد الان اكسجينيت. طيب انا عندي البلاد بيجي من الجسم عشان يدخل الهارت من تحت في لارج فين كده اللي هو اسمه inferior vena cava، ومن فوق اللي هو superior vena cava، هما الاتنين بيصبوا الان اكسجينيتد بلاد، عشان كده لونهم ازرق في الرايت اتريوم. ومن الرايت اتريوم بينزل من الفالف على الرايت فنتركل. الرايت فنتركل بيعملوا بامبنج في من خلال البلمونري ارتري عشان يروح رايت وليفت في اللنج عشان يحصل للبلاد اكسجينيشن. تمام، بعد كده يحصل له اكسجينيشن في اللنج في البلمونري سيركوليشن، وبيجي راجع لي للهارت تاني عشان الهارت يقدر يضخ بقى الدم الاكسجينيتد ده، بيرجع من خلال فور بلمونري فينز. فين؟ في الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم ينزل على الليفت فنتريكل، ومن الليفت فنتريكل بيبمب في الاورطه يروح للجسم كله.
دي السيركوليشن العادية بتاعتنا، تمام، ان مفيش اكسجينيتد بلاد ميكسد مع ان اكسجينيتد بلاد. الان اكسجينيتد بلاد في مسار لوحده عشان يروح لللنج يحصل له اكسجينيشن، والدم اللي بيروح للهارت من ناحية الليفت سايد بكله بيكون اكسجينيتد بلاد، مفيش ميكسنج عندي. دي اول حاجة. تاني حاجة ان البلاد فيزلز اللي بيدخل الهارت اللي بيصب في الهارت اسمه فين، بغض النظر عن هو كاري اوكسجينيتد ولا ان اوكسجينيتد. يبقى البلاد فيزلز اللي بيدخل البلاد تو ذا هارت ده اسمه فين، زي مثلا عندي اللي هي الانفيرور فينا كافا ده بيصب فيه، والسوبرور فينا كافا، والفور بالمونري سوري يبقى هو دولت اللي عندي الفين اللي هي الحاجات اللي بتدخل في الهارت، الانفيرور فينا كافا والسوبريور فينا كافا. في حاجه كمان بس دي كاري اوكسجينيتد بلاد جايه من اللانج، اللي هي ايه؟ البالمونري فينز، الفور بالمونري فينز. على الرغم ان هي اسمها فين الا ان هي كاري اوكسجينيتد بلاد. ليه اسمها فين؟ لان ده بيصب في الهارت، تمام. طب لو البلاد فيزلز ده بياخد من الهارت بيودي للجسم، ده اسمه ارتري، اسمه ارتري زي الاورطه، ده اشهر حاجه عندنا، تمام، ومعروف ان هو كاري اوكسجينيتد بلاد. في واحد تاني ارتري بياخد من الهارت بس كاري ان اوكسجينيتد بلاد، اللي هو البلمونري ايه ارتري، ده اللي بيودي البلاد من الرايت سايد اوف ذا هارت تو لانج عشان يحصل له اوكسجينيشن. يبقى دي السيركيليشن العاديه بتاعتنا، ان في الرايت سايد مسؤول عن النان اوكسجينيتد بلاد، وفي الليفت سايد ده اللي فيه الاوكسجينيتد بلاد، مفيش ميكسنج بينهم هما الاثنين. نقفل المايك يا شباب، لو حد بس هيكون عندي سؤال. نعم، صحيح حضرتك تعملي ريكورد للمحاضرة؟ والله يعني قالوا لي ممنوع، انا سجلت اول محاضرة خالص وقالوا لي لا انت سجلت ليه ممنوع، فانتوا لو عندكم امكانية تسجلوا من على السكرين بتاعتكم الموبايل او حد فاتح جهاز يسجل، تمام. يبقى ما فيش ميكسنج بين اوكسجينيتد وان اوكسجينيتد بلاد في الهارت. تاني حاجه ان البلاد فيزلز اللي بيصب في الهارت اسمه فين، اللي بيدخل الهارت اسمه فين، بغض النظر عن كاري اوكسجينيتد ولا ان اوكسجينيتد بلاد، واللي بياخد من الهارت بيودي للجسم اسمه ارتري. دي السيركوليشن العاديه بتاعتنا. طب تعال نشوف بقى الكاردياك ديفلوبمنت او الفيتال سيركوليشن داخل الرحم، هل السيركوليشن دي ماشيه زينا ولا لا. الصوره دي مهمه جدا، ليه؟ لان دي اللي مبينه السيركوليشن ماشيه ازاي. مبدئيا كده خلينا نتفق على بعض الحاجات عشان توضح في الاول، ان انا عندي ان انا بيحصل عمليه الاكسجينيشن طبيعي، انا كانسان طبيعي في اللنج، تمام، لكن الطفل اللي داخل الرحم ده اللنج مش شغاله، عمليه الاكسجينيشن بتتم فين؟ اول حاجه في البلاسينتا. يبقى دي كده اول اختلاف، ان انا كانسان طبيعي الاكسجينيشن بتاعي بيتم في اللنج في البلمونري سيركوليشن، لكن في الفيتال لايف او الفيتاس ده داخل الرحم الاكسجينيشن عمليه تبادل الاكسجين، يطلع البلاد بتاعه يطلع منه السي او 2 وياخد اكسجين وياخد النيوترانت، دي بتتم في البلاسينتا. يبقى ده اول اختلاف، تمام. تاني حاجه، انا عندي طبيعي اهو ان انا في بريشر معين، اللي هو البلاد بريشر بتاعنا، البلاد بريشر بتاعنا اللي هو 120 على 80 النورمال. البلاد بريشر ده اسمه سيستميك بريشر. يعني ايه سيستميك بريشر؟ يعني الضغط اللي موجود في جسمي، اللي هو قوه البلاد ماشيه قد ايه عكس البلاد فيزلز، بتخبط في البلاد فيزلز، تمام. انا عندي السيستميك بريشر 120 على 80 دي عاليه، وفي قابليه ان هي تعلى اللي هي تحصل هايبر تنشن، تمام. لكن البلمونري بريشر عندي بتاعي مش عالي، مفتوح، ده انا اللونج مفتوحه على الاير واي، عمليه الاكسجينيشن بتحصل بنيجاتيف بريشر، تمام. يبقى انا كطبيعي شخص طبيعي السيستميك بريشر بتاعي عالي، لكن البلمونري بريشر بتاعي قليل جدا ضعيف. طب تعال نشوفه في الطفل ده الفيتس. الفيتس ده عنده العكس، ليه؟ لانه عنده السيستميك سيركوليشن مفتوحه مش مقفوله، مفتوحه على البلاسينتا مش مقفولة، مفيش نقطة نهاية، هي مش بتلف في دايرة مغلقة، لا ده هي بتروح للهارت ومن الهارت للبلاد فيزلز ومن البلاد فيزلز بترجع تاني للبلاسنتا
والبلاسينتا دي حاجه اوبن مفتوحه بين الطفل وبين الام، السيركيليشن بتاعت الام، فده اوبن سيستم. الحاجه اللي بتبقى اوبن مفتوحه زي البلمونري سيركيليشن بتاعتنا احنا كده، بيبقى البريشر فيها ضعيف جدا، يبقى السيستميك بريشر في الفيتال لايف ضعيفه ويك، تمام؟ على العكس من البلمونري بريشر، الطفل ده اصلا اللنج عنده اوبن ولا كلوز؟ اللنج كلوز مش شغاله، ده هي عباره عن لسه بيحصل لها ماتيوريشن وكلوزد سيستم داخل الرحم، فهي كلوزد، اي حاجه كلوزد يعني البريشر فيها عالي. يبقى تاني اختلاف ان السيستميك بريشر في الفيتال لايف ضعيف جدا مقارنته بالبلمونري بريشر عند الفيتال لايف عالي، ده عكسنا تماما، تمام؟ ده ليه كمان؟ ده كمان عشان يساعد، السيستميك بريشر قليل ده عشان يساعد ان السيركوليشن بتاعت الام تقدر تدخل للفيتس جوه وتدخل للهارت وتدخل للاورجان بتاعه، لان هي بتدخل بالبلسيشن بتاعتها، تمام؟ يبقى ده تاني اختلاف اللي هو البريشر. طب تعال نشوف السيركوليشن ماشيه ازاي. احنا لما قلنا السيركوليشن بتاعنا احنا قلنا اتجاه واحد بيجي من من الاورجانز او من الجسم على الرايت اتريوم، رايت اتريوم رايت فينتريكل، وبعدين يروح اللانج، ومن اللانج ليفت اتريوم ليفت فينتريكل، ويروح للجسم تاني من الاورطة، ما رجعش تاني، هي سيركل واحده. لا، انا عندي في الفيتال لايف انا عندي اتنين سيركل لازم نعرفهم. هنبتدي من الاول، البلد بيدخل منين؟ بيدخل من البلاسينتا، بيدخل بالسيتد من البلاسينتا، كاري الاكسجين ومعاه النيوترانز، المواد الغذائيه اللي الطفل محتاجها. يبقى البلاد بيدخل من البلاسينتا من خلال بلاد فيزلز كبير قوي اللي لونه احمر ده، ولونه احمر مش معناه ان هو ارتري، هو لونه احمر لان هو كاري اوكسجينيتد بلاد. طب هو ده داخل للهارت بتاع الطفل ولا واخد من الهارت؟ لا، ده داخل للهارت. فالبلاد فيزلز اللي داخل الهارت احنا اتفقنا عليه يبقى اسمه فين. يبقى البلاد الاكسجينيتد بلاد بيدخل من البلاسينتا للطفل من خلال الامبلايكال فين ولا الامبلايكال ارتريز؟ ها شباب، مين يرد عليا؟ الله ينور. الامبلايكال فين. فين اللي هو لونه احمر، ما حدش يشوف لونه احمر يقول يبقى ارتري، لان انتوا كلكم اخدين معلومه للاسف ثابته ان الارتري هو اللي كاري اوكسجينيتد بلاد، اي حاجه حمراء كده شوفها يبقى ارتري. لا، فين يعني داخل للهارت، هو اللي بيدخل للهارت بغض النظر عن كاري اوكسجينيتد ولا ان اوكسجينيتد. الغالبيه العظمى ان الفين بيبقى ان اوكسجينيتد، دي غالبيه عظمى، تمام؟ يبقى بيدخل من البلاسينتا كاري اوكسجين والنيوترون من خلال لارج امبلايكال فين، شايفين كبير قد ايه، عشان داخل ببريشر عالي وداخل بكميه عاليه، تمام؟ طب هيدخل للطفل، الجسم الطفل ازاي؟ ده هو ده عباره عن ده الحبل السري، ده الامبلايكال كورد، بداخله لارج امبليكال فين واثنين امبليكال ارتري. هيدخل للجسم ازاي؟ هيدخل من خلال، شايفين الدايره دي؟ دي الامبليكا بتاعت الطفل، امبليكاس بتاعته. بيدخل من الامبليكاس بتاعت الطفل على طول لاجر اقرب اورجان ليها الليفر. يبقى هتدخل من الامبليكاس بتاعت الطفل على الليفر، ده الامبليكال فين. بس الامبليكال فين هينتهي بدخوله للليفر. عايزه واصله توصل الامبلايكال فين بالانفيريور فينا كافا اللي احنا شايفينه ده، ده كده اللي طالع من الليفر، ده اسمه انفيريور فينا كافا. انا محتاجه واصله داخل الليفر توصل الامبلايكال فين بالانفيريور فينا كافا، الوصله دي اسمها على جنب اهي داكتس فينوسيس. داكتس كلمه داكت يعني قناه او واصله، فينوسيس يعني فين وريديه. يعني ايه ورديه؟ لان هي بتعمل كونكشن بتوين لارج فين، بين الامبلايكال فين وبين الانفيرور فينا كافا. فيبقى البلد يدخل من البلاسينتا على الامبلايكال كورد كده في الامبلايكال لارج امبلايكال فين لونه احمر ده، كاري اوكسجينيتد بلاد والنيوتريشن، يدخل من الامبلايكاس عند البيبي، بعد كده يدخل على الليفر، بينتهي الامبلايكال فين بدخوله للليفر، تمام؟ محتاجه واصله داخل الليفر عشان توصل الامبليكال فين للانفيرور فينا كافا عشان تدخل للهارت، الوصله دي اسمها داكتس فينوسيس.
ودايما فينوسز عشان هي بتعمل كونكشن بتوين لارج فين. تمام، كل ده لون احمر لان اكسجين داخل عندي. هيدخل في الانفيرور فينا كافا، من الانفيرور فينا كافا هيصب في الرايت اتريوم. نورمال من الرايت اتريوم ينزل على الليفت اتريوم. قال لي لا، هنا بقى هنقف، هنا بقى هنبتدي نتقسم لاتنين سيركل او اتنين سيركيوليشن. اول دايره ان انا من الرايت اتريوم، شايفين السهم الاحمر ده، ده الدايره الاولانيه، هو لونه احمر لان نسبه الاكسجين عاليه. انا محتاجه البلاد بقوه البريشر اللي هو داخل بيها عالي في الاول، مع الاكسجين والنيوترنت العاليه، عايزه ادخله لاهم اورجان بينمو داخل الرحم. ايه هو اهم اورجان بينمو داخل الرحم يا شباب؟ البيبين. برين. برافو. فانا محتاجه ادخل البلاد اللي فيه نسبه الاكسجين عاليه والنيوترنت عاليه، لان البرين الديفلوبمنت بتاع 70% منه بيتم داخل الرحم. تمام، فانا محتاجه كل ده يدخل الاول على البرين. فربنا جعل فيه فتحه سبحان الله اسمها فورامين اوفال. شايفين الثقب ده او النقطه دي، دي فتحه، دي اوبننج بتوين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، اسمها فورامين اوفال. الفتحه دي بتسمح للبلاد اللي داخل بلسيتد بهاي اوكسجين من الرايت اتريوم على طول مباشره للليفت اتريوم، وبعدين ينزل من الليفت اتريوم اوتوماتيك للليفت فنتريكل، ومن الليفت فنتريكل يطلع فين؟ في الاورطة. في الاورطة هيطلع لي على طول على البرين، يغذي البرين تيشو الاول. يبقى دي اول سيركل، البلاد داخل من البلاسينتا على الامبليكال فين، من خلال الامبليكال كورد يدخل في الامبل على فتحة الامبليكاس على طول، يدخل على الليفر وصله داكتس فينوسيس، يوصل من الداكتس فينوسيس للانفيرور فينا كافا، من الانفيرور فينا كافا يدخل على الرايت اتريوم، من الرايت اتريوم مباشره من الفورامين اوفال على الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم من الليفت فينتريكل يجي طالع في الاورطه، ومن الاورطه يطلع يغذي البرين. يبقى ثالث قاعده او ثالث اختلاف عندي في الفيتال سيركوليشن، ان الفيتال سيركوليشن بتهتم بالفيتال اورجان. ايه هي الفيتال اورجان؟ اللي هي البرين، بتوصل لها اعلى نسبه من الاكسجين والنيوترنت الاول. تمام، طيب البلد وصل للبرين، البرين اخد ليه عايزاه من النيوتريشن بقى ومن الاكسجين، هينزل تاني من البرين، هينزل يدخل فين؟ في السوبيريور فينا كافا. يبقى نازل لي من فوق كده في السوبيريور فينا كافا، من السوبيريور فينا كافا هينزل تاني على، شايفين السهم الازرق اللي داخل ده، دي السيركل التانية بقى. السيركل التانية تجيلي من برين، هينزل بالبرين، هتكون نسبة الأكسجين طبعا قلت ونسبة النيوتريشن فيه قلت، عشان كده السهم اتحول للون أزرق شوية. تمام، هيدخل من السوبريور فينا كافا على الرايت أتريوم، ومن الرايت أتريوم للرايت فينتريكل، ومن الرايت فينتريكل هيطلع في البالمونري أرتري. بس البالمونري أرتري هنا، هل كل البلاط ده هيروح للبلمونري ارتري؟ انا محتاجاه يروح لللنج. هل كل البلاد اللي راجع، يعني كميه البلاد دي كلها محتاجاها تروح للتو لانجز عندي الاثنين، هي هتعمل ايه في اللنج؟ هل هتتم عمليه اكسجينيشن في اللنج؟ معايا يا شباب؟ لا يا دكتور، مش ما فيش اكسجينيشن في اللنج، اللنج مش هتعمل لي اي وظيفه. فهل انا محتاجه كل البلاد ده يدخل لها؟ لا، ده انا هيدخل لها كميه صغيره جدا. شايفين السهم صغر ازاي في البلمونري ارتري ده والبلمونري ارتري ده؟ ايه بقى الحاجه؟ هو لازم يكون في حاجه اناتوميكالي او طبيعيه تخلي كميه البلاط تدخل قليله لللنج. الحاجه اللي هتخليها تبقى قليله، لو تفتكروا في الاول احنا قلنا البلمونري بريشر عالي ولا قليل؟ عالي. فلما يبقى البلاط طالع، البلاد يطلع في البلمونري ارتري ويلاقي قدامه بريشر عالي، هل كل البلاد هيدخل له؟ لا، هتدخل كميه صغيره جدا. طب امال بقيه البلاد هتروح فين؟ شايفين السهم الازرق الكبير ده؟ ما اشرح فين؟ تعالى، شايفين السهم الازرق الكبير ده؟ دي واصله بين البلمونري ارتري والاورطه.
دي واصله بين البلمونري ارتري والاورطه، يبقى البلاد في البلمونري ارتري هيروح في 3 اتجاهات، اتجاهين رايت وليفت في اللانج، رايت وليفت لانج، ادي اتجاهين. السهمين الصغيرين دول حبه صغيرين جدا من البلاد، والكميه الاكبر السهم الاكبر ده هيحصل له شانتنج من البلمونري ارتري للاورطه. للاورطه هو طبيعي نورمال ان ما فيش وصل اصلا بين الاورطه والبلمونري ارتري عندنا، لكن في الفيتال لايف في وصله او شانت بين البلمونري ارتري والاورطه اسمها داكتس ارتريوسيس. داكتس يعني كانال او شانت، ارتريوسيس لان هي كونكشن بتوين تو لارج ارتري اللي هو البلمونري ارتري والاورطه. تمام يا شباب؟ يبقى السيركل الثانيه هتجيلي من البرين، من البرين الاكسجين هيكون اقل شويه، فاللون هيزرق هيدخل على الرايت اتريوم، من اللايت اتريوم للرايت فينتريكل هيطلع لي في البلمونري ارتري، بس هنا في البلمونري ارتري هيقابله ريزيستنس عاليه من اللنج لان هي كلوز والبريشر جواها عالي، وكمان انا مش محتاجه كميه البلاد دي كلها تدخل لللنج لانها مش هتشتغل، انا محتاجه كميه قليله جدا لهدف واحد ان اللنج يحصل لها عمليه ماتيوريشن. ماتيوريشن يعني التنمو، بحيث الطفل لما يجي يتولد يعرف يتنفس، تكون اللنج شغاله ماتيور. تمام؟ بقيه البلاد هيروح فين؟ هيحصل له شانتنج من البلمونري ارتري للاورطه من خلال فتحه اسمها داكتس ارتريوسيس، ودي اسمها ارتريوسيس لان هي كونكشن بتوين تو لارج ارتري اللي هو البلمونري ارتري والاورطه. هتنزل فين بقى؟ السهم هنا بدا ينزل لتحت، ينزل لبقيه الاورجنز اللي تحت بقى، للجي اي تي والكدني وكل الاورجنز اللي تحت والماسلز وكل حاجه، عشان يحصل لها برضو تاخد النيوتريشن اللي هي عايزاها ويحصل لها ماتيوريشن. تمام؟ طيب هتنتهي السيركل دي ازاي؟ هو نزل تحت اهو للاورجنز كلها اللي تحت، هتروح فين بعد كده؟ هترجع من تحت، اللي هي البلاد فيزلز هتيجي من تحت وليس من الهارت، هتيجي من تحت يعني السيركل بتاعتنا جايه من تحت، هتطلع من الامبليكس، من الامبليكس تاني بتاعت البيبي، بس من خلال تو سمول امبليكال ارتريز اللي هما الاثنين زرق اللي لافين حوالين الفين دول. تو سمول امبليكال ارتريز هيروحوا للبلاسينتا، يوصلوا البلاد البلاسينتا تاني عشان يحصل عمليه الايه؟ جاز اكستشينج في البلاسينتا، ويرجع البلاد تاني يدخل من الامبليكال فين تاني. تمام؟ راجع سريعا بقى، يبقى احنا قلنا عندنا في الفيتال سيركوليشن ان السيستميك بريشر قليل ولا عالي؟ قليل قليل. البلمونري بريشر عالي عالي. الجاز اكستشينج بيتم فين؟ البلاسينتا. انا عندي في 3 اناتوميكال ستراكشر موجودين في الفيتال لايف مش موجودين فينا. ايه هما الثلاثه دول؟ اول حاجه اسمها داكتس فينوسيس، دي اللي هي الكونكشن بتوين الامبليكال فين والانفيرور فينا كافا داخل الليفر. تاني حاجه اللي هي الفورامين اوفال، فورامين اوفال دي اوبننج، دي فتحه فين؟ في الاتريال، في السبتم بتاع الايه؟ الاتريوم اللي هو بتوين الرايت والليفت اتريوم. تالت حاجه الداكتس ارتريوسيس، دي كونكشن بتوين البلمونري ارتري والاورطا. تمام؟ طيب السيركوليشن ماشيه ازاي؟ انا عندي في 2 سيركل، السيركل الاولانيه بتاخد من البلاسينتا للهارت ومن الهارت للبرين، عشان انا محتاجه اوصل كميه الاكسجين العاليه اللي داخله والبلس العالي اللي داخل والنيوتريشن العاليه اللي داخله للبرين، لان البرين ده الموست فايتال اورجان، لان الديفلوبمنت بتاع 70% منه داخل الرحم. دي اول سيركوليشن، هتدخل من البلاسينتا امبليكال فين امبليكاس، يدخل على الليفر من خلال داكتس فينوسيس، وبعدين انفيرور فينا كافا، بعدين رايت اتريوم، شنطه على طول من فورامين اوفال للليفت اتريوم، وبعدين ليفت فينتريكل، وبعدين للاورطه يروح للبرين. دي اول سيركل. تاني سيركل من البرين، هينزل من البرين للهارت ومن الهارت لبقيه الاورجان اللي تحته، وبعدين يرجع للبلاسينتا. يبقى البرين هينزل البلاد من السوبرير فينا كافا، نسبه الاكسجين تكون قلت مع النيوتريشن طبعا، فاللون ازرق اللي هي اللون الازرق دي السيركل الثانيه، وبعدين من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل، وبعدين من الاورطه سوري بالمونري ارتري، بالمونري ارتري هيقابله هاي بريشر عشان يدخل البالمونري سيركوليشن، فهيدخل كميه قليله قوي للتو لانجز للهدف منهم ماتيوريشن فقط، مش هيشتغلوا. بقيه البلاد هيحصل له شانت من الداكتس ارتريوسيس
في الاورطه عشان ينزل لبقيه الاورجانز اللي تحت عشان يغذيها، وبعد كده البلاد النون اوكسجينيتد بقى هيرجع من تحت من خلال تو سمول امبليكال ارتريز اللي لافين حوالين الامبليكال فين داخل الامبليكال كورد. هو ده الامبليكال كورد شباب اللي بيحصل له كاتنج بعد الولاده وبيتركب فيه يو في سي اللي هي الامبليكال فين كاسيتور، بيبقى فيه قسطره متركبه فيها. تمام كده، في مشكله في الفيتال سيركوليشن؟ حد عنده سؤال فيها؟ هي واصله داكتس فينوسس دي واصله، مجرد ما شغاله واصله، قناه واصله داكتس يعني قناه بتوصل بين نعم ما انا قلت بين الامبلايكال فين اهو وبين الانفيرور فينا كاف، اهي السهم الاحمر اهي داكتس فينوسس، السهم الاحمر اهو اللي هي الحته دي اللي داخل الليفر المعوجه دي، الحته دي بين الامبلايكال فين وبين الانفيرور فينا كاف. ايه البارت اللي بيدخل جوه الليفر؟ مش قصدك ده الجزء ده مع المؤشر معايا انت، المؤشر ظاهر عندك الجزء ده، ده الامبليكال فين. مش تفريعه ده، هو نفس، لا التفريعه الجانبيه دي، لا قصدك الشبكه الجانبيه دي، لا الشبكه الجانبيه دي بلد بيدخل للليفر من الامبليكال فين عشان يغذي الليفر، لا ما مش تبع السيركوليشن ده عشان يغذي الليفر بس. من الامبليكال فين للداكتس فينوسز، من داكتس فينوسز للانفيرور فينا كافا، بعدين على الرايت اتريوم، من الرايت اتريوم يدخل من فتحه الفورامين اوفال، وبعدين ليفت اتريوم، وبعدين ليفت فينتريكل، وبعدين يجي طالع في الاورطه يغذي البرين، يغذي البرين. تمام؟ بعد كده يرجع من البرين في السوبرير فينا كافا، وبعد كده للرايت اتريوم، وبعدين الرايت فينتريكل، وبعدين يروح في البلمونري ارتري، جزء هيروح للتو لانجز، وبقيه البلاد هيروح في الداكتس ارتريوسز على الاورطه على طول. تمام؟ على ما اظن يا شباب كده واضحه خالص. ها طيب دكتور، كان عندي سؤال، هو الدم لما بيدخل في الرايت اتريوم، هو ليه مش بينزل على طول على الرايت فينتريكل وبيدخل في الفورامين اوفال؟ يعني هو المفروض الفولف هيفتح، فايه اللي بيخلي الدم يدخل في الفورامين اوفال وما ينزلش مره واحده في الرايت فينتريكل؟ حلو، لان البلاد داخل لي بلسيتد ببريشر عالي، وانا عندي فتحه، الفتحه دي الشرفه بتاعتها يعني فتحه الباب بتاعتها، الباب بيفتح في الليفت اتريوم وليس العكس، فبالتالي على طول انت باب اهو جايه بتزقيه بهواء يعني، او بتزقيه بميه خرطوم ميه، فطبيعي هيفتح فيقوم البلاد ايه يحصل له شانتنج في الليفت اتريوم لحاجتين، يعني هو اول بيفتح قبل حاجه داخل الصمام. ببريشر عالي، داخل ببريشر عالي، تاني حاجه الفتحة الفورامين اوفال دي عباره عن زي ايه؟ كان باب كده بيتفتح ويتقفل، تمام؟ زي الفالف بالظبط، لها كاسبس فتحات، فبيفتح اتجاهه فين؟ الباب بيفتح جوه الليفت اتريوم جوه. وصلانك؟ انا فاهمه حضرتك، بس يعني هو الفالف هيفتح معاه، فايه اللي يخلي الدم يمشي كده جهه الشمال كمية وما ينزلش على كبيرة. طول لتحت؟ هيفتح معاه بس الكمية الكبيرة كلها هيروح للليفت اتريوم. ليفت اتريوم، الكمية الكبيرة كلها. معظمها، يعني 90% 95% هتروح للليفت اتريوم. وصلكي؟ تمام، شكرا يا دكتور. واللي وصل للوايت فينتريكل ماله؟ بيبقى ميكسد مع هيبقى ده البلاد. هيبقى ميكسد. هيبقى ميكسد، عشان كده يا شباب احنا عندنا، لو انتوا تاخدوا بالكم انا لما قلت السيركوليشن بتاعتكم في الاول خالص اللي هي الادلت العاديه، انا قلت لكم مفيش ميكسنج للبلانت، هو الرايت ان اوكسجينيتد والليفت اوكسجينيت. انا عندي في الفيتال لا، ده انا البلانت ميكسد، مفيش نسبه اوكسجين اصلا 90%، ده اعلى نسبه 85 ساتوريشن جوه في الفيتال سيركوليشن. فاهماني؟ فهمت حضرتك، شكرا. عشان كده انتوا اخدتوا في السي بي، يعني اخدتوا في السي بي ار في اللاب، الناس اللي هي نزلت اللاب الجولدن مينيت اللي هي اول دقيقه. الطفل اصلا طبيعي لما بيتولد الساتوريشن بتاعه ليه نورمال رينج، النورمال رينج ده ما بيوصلش 90 اصلا، يعني حاجه وثمانينات، بعد كام دقيقه كده ممكن تلاقيه 85 بتاع يعني، فده طبيعي، هو ده الساتوريشن بتاعه، هو ده. تمام؟
تمام يا دكتور. طيب تمام. الكلام ده بقى السلايز دي الكلام اللي احنا شرحناه، اللي هي البريشر عالي فين والجاز اكسشينج بيتم فين، وايه هي الثلاثه اناتوميكال ستراكشرز، طب السيركوليشن بتمشي ازاي، والخصائص بتاعتها ان هي الموست فايتال اورجان ومش عارفه ايه، واللنج مش شغاله فبيدخل لها بلاد عشان ماتوريشن فقط. نعرف بقى ساعه الولاده ات بيرث ايه اللي بيحصل. اول حاجه كده ساعه الولاده، اول حاجه الطفل لما بيتولد اول حاجه كده بياخد نفس، تيك بريس، اخد نفس يعني فتح اللونج، هتبتدي البالمونري بريشر عنده يبتدي يقل. دي اول حاجه كده، يعني الطفل اتولد الهيد نزلت الاول، الطفل بدا ياخد نفس، فتح بقه تمام، يعملوا سكشن يطلعوا السكريشن اللي موجوده جوه، والطفل يتنفس كويس، فاللنج اتفتحت، فمعناه كده ان البالمونري بريشر بعد ما كان عالي خالص لا ده بقى ايه قليل جدا، لان هو بقى اوبن سيستم. دي اول حاجه. تاني حاجه الطفل كمل ولاده، قطعوا الامبريكال كورد، عملت كاتنج للامبريكال كورد، فبالتالي عمليه بقى ان الجاز اكستشينج بتتم في البلاسينتا والامبريكال فين داخل والكلام ده وقفت مفيش. فانا لما عملت كاتنج وكلامبنج للامبريكال كورد انا كده خليت الكارديو فاسكولار سيستم او السيستميك سيركوليشن اوبن ولا كلوزد لما قفلت، قفلت الحاجه اللي كانت مفتوحه بره دي كلوز بقت ايوه دي بقت عملت قطعت اهو بقت دايره مغلقه يعني كلوزد سيستم، يعني هيبتدي تدريجي السيستميك بريشر بتاع الطفل يعلى. ولذلك انتوا اخدتوا في المحاضرات او في عندكم في محاضره جروث اند ديفلوبمنت، لما تبص على النورمال فاليو بتاع البلاد بريشر بتاع الاطفال مع العمر هتلاقي الطفل مولود اصلا ببلاد بريشر ما يكملش 40 من فوق، السيستوليك بتاعه ما يكملش 40 تمام، كل سنة عن التانية يبتدي يعلى 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 لحد ما يوصل لمرحلة الأضلت اللي هي 120 على 80، يعني الطفل مش هيتولد بضغط 120 على 80، فهو ده السيستميك بريشر هيبتدي يعلى معايا تمام. يبقى كده ساعة الولادة البلاسينتا راحت، الأمبليكال فين راح، السيستميك بريشر بعد ما كان قليل بقى عالي، البالمونري بريشر بعد ما كان عالي بقى قليل، اللونج بعد ما كانت مش شغاله بقت تشتغل ويحصل عمليه جاز اكسشينج فيها. الحركتين دول يخلوا يحولوا السيركوليشن من الفيتال سيركوليشن اللي احنا شرحناه من دلوقتي الى السيركوليشن العاديه بتاعتنا، سيركوليشن عاديه بقى خالص بقى، البلاد يجي الان اكسجينيتد كله في الرايت سايد تمام، يدخل من الرايت اتريوم بقى اوتوماتيك ينزل من الرايت اتريوم على الرايت فينتريكل. ومين الشاطره هنا اللي تقول لي ليه، يعني ليه بقى هنا الفورة من اوفال مش هتشتغل، يعني عايزه حد شاطر كده اتقفلت ازاي، ايه اللي قفلها اسيبك يا دكتور من البريشر هنا هنا هو البلد بيعمل فين مش بسيط البلد، هو لما كان بسيط كان بيدي الدفعه ديت للبلد ان هو يتحرك من لللفت اتريوم عن طريق الفورمن. ماشي، ومين يقول لي ان ان ما فيش بلس في الرايت اتريوم، بس كان بيحصل له كونتراكشن ازاي عشان ينزل تحت على الرايت فينتريكل، او مش الهارت كله بيكونتراكت؟ مين الشاطر اللي يقول لي الفورمن اوفال وقفت ليه؟ دكتور ممكن تدفق البلاد في الأورطة من الليفت فينتريكال مانع ان حاجة تانية تخش مع البلاد ده، كمية كأنها عاملة فيلنج ليها. لا مش الأورطة، البريشر اللي في الليفت اتريوم بقى اكتر. ايوان انت مين؟ ايوان اللي قالت البريشر في الليفت اتريوم. اسمك مريم ايه؟ سعيد. مريم سعيد. برافو يا مريم، لان انا عندي لسه قايله لكم حالا السيستميك بريشر على، فلما السيستميك بريشر وقلت لكم اتحولت لسيركيليشن عاديه زينا، فمعنات كده ايه ان الليفت سايد البريشر جواه بقى اعلى من الرايت سايد على العكس من الفيتال لايف تمام. فلما يبقى انا دلوقتي انا بزق الباب كان في فتحه باب تمام في ناحيه الليفت اتريوم، وانا واقفه وراها البريشر بتاعي اعلى من اللي في الرايت اتريوم،
هيتفتح ولا مش هيتفتح؟ معايا يا شباب؟ المحاضرة دي كانت عايزة كلية، أنا مستاءة إن هي أونلاين. يا شباب دلوقتي الفورامين أوفال ده عبارة عن باب، باب بيفتح في الليفت أتريوم. أنا دلوقتي الأمبليكال كورد اتقطعت والسيستميك وبعيط بقى، والطفل عمال أصرخ وعيط والسيستميك بريشر بدأ يعلى، تمام؟ دلوقتي البريشر في الليفت أتريوم أعلى من الرايت أتريوم، أعلى، ده طبيعي. طيب دلوقتي الباب، انا حد بيزق الباب عليا بس انا قوتي اعلى، انا البريشر بتاعي اعلى، الباب ده هيتفتح؟ مش لا حد معايا؟ لا لا هيتفتح يا دكتور. فخلاص الفورة من اوفال مش هتشتغل، بس هي دي النقطه، دي اول حاجه كده في الفورة من اوفال، تمام. طيب يبقى الفورة من اوفال اللي كانت موجوده خلاص بعد الولاد على طول، مش بعد كاتنج للكورد على طول مش هتبقى موجوده، يعني تتقفل. طيب كان في حاجه اسمها داكتس فينوسيس، هل هو انا محتاجاها؟ الداكتس دكتور فينوسيس دي انا محتاجاها؟ دكتور سامعاني؟ سامعاكي. طب اديني اخلص النقطتين دولت وقولي تمام سؤالي. تمام الداكتس فينوسيس دلوقتي انا محتاجاه يا شباب؟ انا قطعت الامبليكال فين، انا محتاجاه؟ لا يا دكتور، لا يا دكتور مش محتاجاه. فخلاص الداكتس فينوسيس دي هيحصل له ايجينج، هيشيخ كده ويبقى فيبرس تيشو في الاخر، تمام؟ مش محتاجاه. يبقى تاني حاجه كده الداكتس فينوسيس بعد الكاتنج برضو الامبليكال كورد مش محتاجاه. طيب تالت حاجه الداكتس ارتريوسيس اللي هي فوق اللي بين البلمونري ارتري والاورطه، اجيب لكم الرسمة عشان تتخيلوا معايا. الداكتس ارتريوسيس دي برضو هتفضل مفتوحه بعد الولاده؟ لا لا يا دكتور، لا. ليه؟ اللي قال لا يقول لا ليه؟ لان يا دكتور خلاص هي اللنج بدات ان هي هتقوم بالفانكشن بتاعتها، وبدا ميبي ان هو ياخد بريسنج وحصل لها اكسبانشن، فخلاص مش هنبقى محتاجينها. ايه تاني؟ والبلمون بريشر قل، ايوه بالمونري بريشر قل، بالمونري بريشر قل، والاورطه البريشر فيها اعلى لسببين زي ما قالت زميلتكم الاولانيه، ان اللنج اتفتحت فالبريشر العالي اللي كان بيقابل بقى البلمونري ارتري البلد وهو ماشي فيه كده مش موجود، فانا كل البلد هيدخل فين؟ في البلمونري سيركوليشن، دي اول حاجه البلمونري بريشر قل. تاني حاجه البريشر في الاورطه هو اللي بقى اعلى من البلمونري ارتري، فانا برضو الفتحه دي البوابه بتاعتها، اي فتحه لها بوابه او لها باب هتتقفل لان البريشر هنا اللي اعلى، مش هتسمح بقى لشويه البلاد الضعاف هنا دول هم اللي ايه يدخلوا، تمام. يبقى كده الثلاثه اناتوميكال ستراكشر اللي كانوا موجودين اختفوا، الداكتس فينوسيس مش محتاجاها، يحصل لها ايجنج كده وتشيخ وتبقى عباره عن خيطه صغيره جوه كده فايبرس تيشو، الفورة من اوفال مش هتتفتح نتيجه ان البريشر في الليفت اتريوم بقى اعلى من الرايت اتريوم، الداكتس ارتريوسيس مش عايزاه او مش هيشتغل، سوري مش عايزاه، مش هيشتغل بعد الولاده، فانكشنالي اسمها كده فانكشنالي كلوزد ات بيرث، يعني ساعه الولاده فانكشنالي وظيفيا مش شغال، كومبليتلي كلوزد على الشهر الرابع، يعني على 4 شهور الطفل عنده 4 شهور كده بيبقى كومبليتلي كلوزد. ليه؟ نتيجه ان البلمونري سيركوليشن قلت خالص، ونتيجه ان البريشر في الاورطه اعلى من البلمونري ارتري، تمام كده. وقلنا ان السيستميك بريشر على والبلمونري بريشر قل، طفل اتولد خد نفس، عمليه الاكسجينيشن تمت فين؟ خلاص بقى ما عنديش بلاسينتا، تمت في اللانج، كده الطفل بعد الولاده تحول لشخص عادي زينا، بيتنفس في اللانج، السيستميك بريشر بتاعه عالي، البلمونري بريشر بتاعه قليل، ما عندهوش الثلاثه اناتوميكال ايه؟ ستراكشرز اللي كانوا موجودين. اي سؤال كده يا شباب في الجزئيه دي؟ دكتور لو سمحت. هاي دكتور انا عندي سؤال معلش. اتفضل. دكتور احنا كده ما نقدرش نقول اذا كان البيبي عنده congenital anomaly غير لما يعدي ال4 شهور صح؟ الله ينور برافو عليكي. تمام ممتاز. ليه بقى في اطفال بتتولد بالثقب دوت تمام وبتبقى مش قادره ان هي تاكل وبتعيط بصعوبه؟ لا حدديلي لان يعني احنا لسه هندخل، حددي يعني ايه تقصدي بكلمه ثقب؟ حددي لي لان احنا لسه هندخل على كلاسيفيكيشنز. يعني مثلا الفورمن اوفال دوت هو بيقفل على 3 شهور تمام؟ اه ده معناه ان اي بيبي عنده شهر
طبيعي هيبقى عنده. ليه بقى وقتها في اطفال بتضطر تركب نيزو جاستريك تيوب عشان تاكل، وفي اطفال ممكن تعمل ساكنج عادي؟ يعني ده بيتحدد على اساس ايه؟ مش من الفورامين اوفال. انت نص كلامك صح، الفورامين اوفال بيتقفل ساعه الولاده بس كومبليتلي. بص يا شباب، دي تيشو، دي خلايا. يعني مش معناته ان انا دلوقتي قلت يعني ساعه الولاده دلوقتي هتروح تتقفل دلوقتي، لا، دي خلايا بتاخد وقت عشان يحصل لها كومبليتلي كلوز. لكن فانكشنالي الوظيفه، يعني وظيفه يعني ايه؟ يعني مش هتتفتح، مش هتقوم بوظيفتها، مش هتتفتح البوابه دي، مش هتتفتح ساعه الولاده. لكن امتى اقول خلاص دي اتقفلت تماما؟ عند 3 شهور، دي الفورامين اوفال زي كده الدكتس ارتريوسس. تمام. الحاله اللي انت بتقول عليها دي لما ننزل الكلاسيفيكيشن دلوقتي هقول لك حالات ايه بيحصل فيها كسر. لما نوصل للكلاسيفيكيشن يعني هتفهميها اكتر. يعني الحالات دي ملهاش اي علاقه باي اناتوميكال يعني ستراكشر موجود من دول، صح؟ لا لا لا، دي انواع تانية. ده احنا عندنا انواع كتيره قوي من الكونجنتال هورت، انواع تانية. شكرا. ماشي ماشي. كان في واحده تانية عايزه تسال سؤال. مش فاهمه الدكتور تيليوس قفلت ازاي. دكتس ارتريوسس قفلت ازاي؟ هقول لك يا حبيبي. اهي الثانيه. بصي، اول حاجه كده الدكتس ارتريوسس دي كانت شغاله ساعه الفيتال لايف بسبب ان البلد هو ماشي في البلمونري ارتري اهو. بصي فين المؤشر؟ ايوه، بلمونري ارتري اهو، الدم طالع فيها. كان يجي المفروض اوتوماتيك يدخل على الرايت والليفت بلمونري ارتري، كان بيقابله مقاومه عاليه نتيجه ان اللنج مقفوله. مقفول، عارف يعني ما يقابلك حاجه كده مقفوله، الضغط فيها عالي فهيقابله ريزيستنس، فمش كل البلاط هيدخل جواه، فكان محتاج مخرج اللي هي الوصله دي. عارف الوصله دي؟ الوصله دي بقى ربنا جعلها داخل عشان توصل البلاط من البلمونري ارتري للاورطه. تمام. دي حصل بقى ولاده دلوقتي، انا اللونج دلوقتي البريشر جواها عالي ولا قليل؟ ها كده قليل، فتحت هي قليل خالص. ده مش قليل بس، ده بالنيجاتيف، ده البريشر عندنا بالنيجاتيف نتيجه درجه ان الهواء في الجو بيدخل جوه اللنج من غير مجهود زي البالونه، فهو نيجاتيف بريشر. فانا عندي دلوقتي البلاد لما يجي يروح للرايت والليفت بالمونري ارتري هيقابله مشكله؟ لا، ده بريشر قليل جدا، وده جاي ببريشر عالي طالع من الهارت من الرايت فينتريكل، فهيدخل من غير اي مشكله خالص. ضيفي عليهم بقى ان كمان البريشر في الاورطه اعلى من البلمونري ارتري، فاهماني؟ ضيف عليهم بقى حاجه ثانيه، ودي اهم حاجه، ان الطفل خد نفس. خد نفس يعني الاكسجين دخل، فده بيعمل حاجه اسمها بلمونري فازودليتيشن. يعني البلمونري بريشر يقل معناها حصل بلمونري فازودليتيشن، هو ده السبب الرئيسي. تمام تمام دكتور. بس حاجه ثانيه، المحاضره كده مش هنخلص على الساعه 1. جل. هو حضرتك قلتي في التاني ان هو المفروض الرايت ليفت اتريم الضغط فيه على، طب التاني مش بيخش في البلد. طب هو ازاي اصلا الضغط فيه على وهو اصلا هو لسه ما لسه هو لو الضغط فيه على مش هيخش له اصلا بلد بعد كده لما يجي من البلمونري اصلا. البلمونري، هو البلمونري بيصب فيه، ده بيجي له فور بالمونري فين. ما انا قصدي البالمونري فين مش هيصب فيه. لا بيصب فيه، عارفه بيصب فيه ليه؟ نتيجه الاكسجين. لا بيصب فيه، بيصب فيه امتى؟ بيصب فيه وقت اللي هو الدايستوليك. دايستوليك يعني دايستوليك يعني بريشر اقل وليس سيستوليك. السيستوليك انت عندك لما تيجي تقيس الضغط في حاجه فوق وحاجه تحت، ليه اللي فوق اعلى من اللي تحت؟ اللي فوق ده اسمه سيستول. يعني ايه سيستول؟ يعني وقت العضله ما بتنقبض، فبالتالي الهارت دايما، وانت عمرك ما هتملي حاجه وانت قافلاها وانت قابضه عليها، الهارت ما بتملاش الا لما في وقت الديستول سواء الاتريم او الفنتركل، فبيصب. دي حاجه. تاني حاجه نتيجه ان كمان ان البلمونري سيركوليشن اعلى من الهارت، اعلى كجرافيتي، فبتصب. ما احنا عايشين ازاي؟ معايا؟ طيب خش معايا الكلاسيفيكيشن بالله عليكم. كارديو فاسكولار ديس اوردر بقى حاجات كونجينيتال، يعني الطفل هيتولد عنده ديفكت. مش معناه كونجينيتال يا شباب يعني انا هكتشفها دلوقتي ساعه الولاده، لا، ده في حاجات كونجينيتال بتكتشف والطفل في سن المدرسه. تمام. بس هي كونجينيتال، الطفل مولود بيها.
يا اما اكوايرد، يعني الطفل مولود الهارت كويس ولكن اتعرض لمشاكل ادت الى قصور في وظائف الهارت، وهنعرف امثله عليها. نخش بقى على الكونجنتال اللي دي الموست كومن عندنا في الاطفال خصوصا الصغيرين، تمام؟ اشهرها بقى اللي هو مركز القلب المجدي يعقوب والجماعه دول. الكونجنتال هارت عندنا نسبتها، سيبكم من الارقام ده بقى، يعني 1% مش عارفه من 8 ل 12 حاله كل 1000 حاله. اهم حاجه تعرفوا ان هي موست كومن في البري تيرم، يعني اهم حاجه في البري تيرم، ولذلك انصح الام، انصحها يعني ما تولديش بدري، اصبري. الا لو عندك حاجه مرضيه زي الحالات اللي هي الاكلامتيك ماذر، لكن واحده او لا ما تستعجليش على الولاده، واحده لسه برايمي اول مره للاسف، يعني العاده السيئه اللي بقت منتشره تروح تولد سيزيريان. سيزيريان ده انا هتولد بدري، او لا تولدي ليه سيزيريان طالما انت كل الامور متاحه لك تولدي طبيعي. فاصبري ليه؟ لان انت لو صبرتي الطفل هيتولد كويس، مش هيبقى عنده مشاكل. لو اتولدتي بدري هتجيب الطفل ممكن يبقى عنده مشاكل يكون انت السبب فيها. فاكتر حاجه في الكونجنيتال اللي هما البريتر، تمام؟ بري ترم كمان، لان الطفل جعل، يعني ربنا جعل للطفل عمر يقعده داخل الرحم ليكمل نموه، عشان لما يتولد بعد الشهر التاسع اللي هو من 38 ل 42 اسبوع يكون الطفل قادر يقوم بالوظائف اللي مطلوبه منه بعد الولاده. ولدته بدري يبقى اكيد الوظائف دي هتقل، فيبقى عرضه يحصل له مشاكل اكتر، تمام؟ الاتيولوجي بقى الكونجنتال هارت اقروها، هي مش اتيولوجي، مفيش سبب معين، لكن في ريسك فاكتور. ام بقى سنها كبير، ام سنها صغير جدا، وفي انا في ام في السموحه لها حاله، الحاله داخله في 3 شهور لحد دلوقتي. الام دي عندها 23 سنه، تخيلوا حملت كم مره؟ حملت 6 مرات. الام متجوزه وعندها 12 سنه، 12 سنه والطفل قاعده بسبب عندها كونجينيتال هارت ديفكت، تمام؟ الطلبه اللي نزلوا سموحه اللي هي بنت دعاء، فالام سنها صغير، ام سنها كبير حاجه و40 سنه او اواخر الثلاثينات. صله قرابه بقى، الام قاعده في لو سوشيو ايكونوميك ستيتس، في مكان بقى بحاله، في مثلا مصنع دخان، في مش عارفه ايه، في فيروس معين منتشر فيها، الام بتاخد دراج معين، الام عندها كرونيك ديزيز معين، الام الكهوليز، الام بتتعرض لراديشن، كل دي ريسك فاكتورز، تمام؟ تعالوا بقى، انا عندي الكونجنتال لها كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن دي على حسب حاجتين، اول حاجه الطفل ده بيزرق ولا مش بيزرق، يعني الطفل قدامي اهو من غير ما يلعب، قدامي من غير ما يلعب ومن غير ما يرضع، طفل ازرق ولا لونه طبيعي؟ لما اقول كلمه ازرق يعني ساينوزيس، اقصد بيها السنترال ساينوزيس. يعني ايه السنترال ساينوزيس؟ المركزي اللي هي دايما بتلاقيها في شفايفه، شفايف الطفل وليس ايديه. ايديه دي اسمها بريفرال ساينوزيس، ودي نتيجه ان الطفل بيبقى سعان، روحوا دفوه. لكن لما اقول سنترال ساينوزيس يعني شفايف الطفل جاي زرقت، ده سنترال ساينوزيس نتيجه الاكسجين قل، تمام؟ يبقى اول حاجه كده الطفل يا اما الكونجنتال هارت سوري، يا اما ساينوتيك يا اساينوتيك. يعني ايه ساينوتيك؟ يعني الطفل نايم قدامي اهو وعنده سنترال ساينوزيس، ده اسمه ساينوتيك. اساينوتيك يعني الطفل قدامي كويس، لونه كويس والساتوريشن بتاعه على المونيتور كويس ومفيش مشكله، لكن لما يجي يعمل ايفورت الاساينوتيك ده، الطفل لما يكبر بقى يلعب او يجي وقت الرضاعه السكنج مثلا ايفورت عليه يجي يرضع، ابص الاقي الطفل زرق، ده الاساينوتيك، تمام؟ يبقى الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو الفيزيكال ابيرنس للساينوزيس اللي هو البلوش ديسكالريشن اللي بيكون سنترال ساينوسيس، يا اما ساينوتيك يا اساينوتيك، تمام؟ الفرق بينهم الساينوتيك الطفل مرتاح وعنده سنترال ساينوسيس، الاساينوتيك الطفل مرتاح والساتوريشن بتاعه كويس، لكن اول ما يجي يعمل ايفورت الساتوريشن يقل، واهمها الرضاعه، تمام؟ طيب في تقسيمه ثانيه اكوردنج تو البلاد فلو. يعني ايه البلاد فلو؟ احنا شرحنا السيركوليشن، ومفروض بعد الولاده السيركوليشن بترجع طبيعيه خالص زينا زينا. في كونجنتال انوميلي بتخلي البلاد فلو في مكان معين كتير قوي، يعني نتيجه فتحه معينه او مشكله معينه تخلي البلاد يروح مثلا لللونج كتير، تمام؟ البلاد يروح للليفت اتريوم كتير، للليفت فينتريكل كتير او العكس، فدي اسمها على حسب البلاد فلو. على حسب البلاد فلو تقسيمتها الى كالتالي، الاساينوتيك لها تقسيمتين،
increase pulmonary blood flow من اسمها increase pulmonary blood flow يعني في مشكلة في الهارت بتخلي كمية البلد اللي رايحة للبلمونري سيركيوليشن كتيرة ولا قليلة؟ خليكم معايا يا شباب. كتير 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 البلد اللي رايحة للونج ايه؟ كتيرة تمام؟ أشهرهم اللي هي البي دي ايه اللي هي البيتنت داكتس ارتريوسيس. زودي عليهم بقى اللي انتوا عارفينه اللي هو الثقب في القلب اللي هو الفنتريكولار سيبتال ديفكت اللي هو فيه ديفكت فيه فتحة بين الايه؟ الرايت والليفت فينتريكل اللي اسمها فينتريكولار سيبتال ديفكت. زودي عليهم فتحه برضو فين؟ في السبتم بتاع الاتريوم اتريال سيبتال ديفكت. تمام. يبقى اول نوع في الاساينوتيك اللي هو انكريز بالمونري بلاد فلو اللي هي مثال ليها اتريال سيبتال ديفكت فينتريكولار سيبتال ديفكت بيتنت داكتس ارتريوسيس اللي هي اختصارها بي دي اي اللي احنا هنشرحها. يبقى لو جالك في الامتحان البي دي اي هو انكريز ولا ديكريز بالمونري بلاد فلو؟ انكريز. تمام. تاني نوع من الاساينوتيك ان الدم مش عارف يطلع من الفنتريكل قدامه ستينوزيس قدامه اوبستراكشن في حاجه كده عامله في حاجه ضيقه المفروض يطلع من فالف معين والفالف ضيق مثلا زي مثلا بالمونيك ستينوزيس يعني البالمونري فالف ضيق بالمونيك ستينوزيس فالبلود مش عارف يطلع من الفنتريكل اسمه اوبستراكشن تو بلود فلو فروم فنتريكل. يبقى اشهرها بالمونيك ستينوزيس والاورتيك ستينوزيس البالمونري فالف والاورتيك فالف ضيقين فيهم ستينوزيس فالبلاد مش عارف يطلع من الفنتريكل. ثالث حاجه ودي اللي هناخدها حاجه اسمها كواركتيشن اوف اورتا وسمعتوا الاسم ده في الفيزيكال اكزامينيشن كواركتيشن اوف اورتا وهنشرح يعني ايه. تمام. يبقى لما جالك في الامتحان الكواركتيشن اوف اورتا ده obstruction to blood flow from ventricles ولا increase pulmonary blood flow ولا decrease pulmonary blood flow ولا mixed هيبقى obstruction. تمام. تاني نوع اللي هو الساينوتيك بقى اللي هو الطفل عنده ساينوزيس حاجتين يا اما ديكريز بالمونري بلاد فلو يعني كميه البلاد اللي رايحه لللنج عشان يحصل اكسجينشن قليله جدا عشان كده الطفل ازرق ساينوزيس. اشهر مثال ليها اللي هي التترولوجي اوف فالوت واختصاره تي او اف تي او اف تترولوجي اوف فالوت. تترولوجي اوف فالوت ده نتيجه ديكريز بالمونري بلاد فلو فعشان كده الطفل ساينوتيك كونجينيتال هارت ديزيز. في نوع تاني من الساينوتيك اللي هو ميكسد بلاد فلو ميكسد بقى يعني هتلاقي مكان الارتري فين ومكان الفين ارتري والدنيا متلخبطه خالص. فاشهر مثال ليها حاجه اسمها ترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز. يعني ايه ترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز؟ يعني انا المفروض الاورطه عندي بياخد البلاد من الليفت فينتريكل سبحان الله الطفل ده الاورطه بتاعه بياخده من الرايت فينتريكل ما بياخدش من الليفت. يعني الرايت فينتريكل بدل ما يطلع منه بالمونري ارتري يوصل لللانج لا ده بيوصل للجسم بيودي الدم كده على طول للجسم. تمام. البالمونري ارتري هياخد من الليفت فينتريكل. تمام. فالطفل ده بيبقى عنده اتنين سيركوليشن منفصلين مش مهم التفاصيل يعني انت هتاخده من كل ده ثلاث انواع فقط البي دي اي كاركتيشن اوف اورتا تترولوجي اوف فالوب. انتوا فهمتوا بقى انتوا اللي هتشرحوا. ناخد اول حاجه كده الاساينوتيك. اساينوتيك يعني احنا قلنا نعم هنعرف هنشرح اديني فرصه اشرح بقى اديني فرصه انتوا اللي هتقولوا والله مش انا انتوا اللي هتقولوا انا هجيب لكم الصوره وانتوا اللي تقولوا. الاساينوتيك ديفكت يعني ما فيش ساينوزيس الا وقت الايفورت اشهر مثال الرضاعه او الطفل لما يعيط. تمام. يقول لي الاساينوتيك ده الشنط اللي فيها ليفت تو رايت شنط وهنعرف دلوقتي ازاي. الاساينوتيك قلنا نتيجه حاجتين يا يعني اما في فتحه ابنورمال اوبننج زي مثلا ما قلنا بقى اللي هو الاتريال سيبتال ديفكت والفنتريكولار سيبتال ديفكت والبيتنت داكتس ارتريوسيس الثلاثه دول فتحه في اوبننج معينه بين حاجه وحاجه بتوصل الدم من الحاجه دي للحاجه دي فهتزود لي البلمونري بلاد فلو. تمام. يا اما في اوبستراكشن اللي قلنا عليها بالمونيك ستينوزيس يا اورتيك ستينوزيس يا اما الكوركتيشن اوف اورتا فده في اوبستراكتيف ليجن دول اشهر مثالين. تمام. ناخد اول حاجه كده بقى البي دي اي البيتنت داكتس ارتريوسيس اهي ادي الداكتس ارتريوسيس اهي اللي هي بين البلمونري ارتري وبين الاورتا. ازاي بقى زي زميلنا ما سال كده ازاي هتخلي في انكريز بالمونري بلاد فلو؟ مين هيقول لي؟ مين الشاطر بقى اللي شغل مخه كده ويقول لي ازاي البلاد بقى هيبقى فيه انكريز؟ ها البالمونري بلاد
مستمعاكي. البلمونري بليف صوتك قطع. بلمونري ايه؟ البلمونري بريشر يا دكتور، يعني المفروض هو ان هو بيقل طبيعي بعد البرس بتاعه، هو ما قلش. ما قلش؟ ايوه الله ينور. بس الله ينور. بس ما انا قلت لكم انت فهمت خلاص، تذاكر هتقول كذا كذا. انا دلوقتي بعد الولاده يعني البلمونري بريشر قليل جدا، يعني البريشر اللي في البلمونري ارتري اقل من الاورطه، فالدم طبيعي بقى هيمشي منين لفين؟ هيمشي من الهاي بريشر لللو بريشر، هو طبيعي كده تمام. الهاي بريشر من الاورطه هيروح لللو بريشر اللي هو البلمونري ارتري، فالبلاد اللي رايح للبلمونري سيركوليشن جاي من الرايت فنتريكل، وهيزيد عليه كمان كميه من الاورطه، فهيبقى كده في انكريز بالمودري بلاد فلو. البلاد اللي رايح للبلمونري كتيره قوي. الطفل ده بقى مع العمر كده بعد كام شهر يجيله بالمودري كونجيشن، احتقان، كل شويه الطفل يدخل في دور برد، سخونيه، دور برد، دور سخونيه، صدره دايما بيخروش. ليه؟ لان البالمونري بلاد فلو يعني في كميه بلاد كتيره قوي، والبلاد الكتيره دي للاسف هي اوكسجينيتد بلاد، يعني دم كويس يحب البكتيريا، بكتيريا تحبه، سوري، بكتيريا والفيروسات تحبه، فعلى طول بقى تبقى ايه عنده كاتش للانفكشن الطفل ده، ويبقى عنده ريبيتد شيست انفكشن. ريبيتد ايه؟ شيست انفكشن، مهمه المعلومه دي. يبقى البيت انت داكتس ارتريوسز انكريز بالمونري بلاد فلو، لان البريشر في الاورطه اعلى من البالمونري ارتري، فهيبقى البلاد هيمشي منين لفين البلاد يا شباب؟ معايا؟ من الاورطه للبالمونري. حلو، يعني من الليفت للرايت ولا الرايت للليفت؟ ها الاورطه الليفت لو الله ينور. ليفت للرايت يعني معناها الاورطه ده في الليفت سايد اوف ذا هارت، للرايت اللي هو رايح للبلمونري اللي هو طالع من الرايت سايد اوف ذا هارت، ليفت للرايت. طب الطفل ده هيزرق كده يا شباب؟ هيزرق الدم اللي راح للجسم كده ازرق يعني ان اوكسجينيتد؟ لا، علشان الدم اللي بيطلع من اللانك كله اوكسجينيتد. الله ينور، لان انا الميكسنج هنا ده اللي هو اوكسجينيتد من الاورطه هو اللي بيدخل على اللنج تاني بيتاكسد تاني، ما عنديش مشكله في الجسم، انا كارديك اوت بوت ما راحلهوش بلاد ان اوكسجينيتد، ما راحلهوش بلاد ان اوكسجينيتد تمام. عشان كده الطفل ايه اسينوت. يا سلام، شكرا، ادوك عرفت الفيديو ايه اهو. يقول لك دي اشهر تاني نوع، السكند موست كومن هارت ديفكت. مش عارفه في خروشه ليه، انا عندي الخروشه دي. الدكتس ارتريوزز مفروض الطفل بعد الولاده تتقفل، ما اتقفلتش، هي فيلير، حصل فشل، فيلير اوف دكتس ارتريوزز ان هي تو كلوز وذين ويكس اوف لايف، ما اتقفلتش، فبالتالي الكونكشن دي فضلت مفتوحه بين الاورطه والبلمونري ارتري. ده الديفينيشن بتاعها. الديسكريبشن زي ما قلنا بقى ان هيحصل شنت من الاورطه للبلمونري ارتري، يعني ليفت تو رايت شان. سببه ايه؟ ان السيستميك بريشر اللي موجود في الاورطه اعلى من البلمونري بريشر اللي موجود في البلمونري ارتري تمام. هل هتسبب لي مشكله على الهارت بعد كده؟ انا لما يحصل لي، مش عارفه في صوره هنا، ايوه، انا لما يحصل لي بلمونري بلاد فلو يعلى، يعني الدم اللي رايح للونج كل شويه يعلى يعلى كتير، هتؤدي الى بالمونري كونجيشن. بالمونري كونجيشن دي هتؤدي الى فازو كونستريكشن، يعني خلاص بقى انا هودي البلد فين، انت كل شويه بتجيبي لي زياده زياده زياده، فهيحصل لي فازو كونستريكشن، فالبريشر بعد فتره طويله البريشر جوه البالمونري سيركوليشن هيبتدي يعلى، فلما يبتدي يعلى البلد يجي يطلع من البالمونري ارتري من الرايت سايد اوف ذا هارت، هيقابله ريزيستنس نتيجه البالمونري فازو كونستريكشن، فهيبقى في اوفرلود على الرايت فينتريكل، بس ده بعد فتره طويله لو ما اتلحقش، هيبقى في اوفرلود على الايه، كل ما يجي الرايت فينتريكل يجي ينقبض كده عشان يدخل بلاد في البلمونري ارتري، بلمونري ارتري يقابله بلمونري فازو كونستريكشن نتيجه الكونجيشن العاليه اللي موجود، فهيقابله ريزيستنس، اي حاجه لما تقابلها ريزيستنس هيبقى ده لود عالي على العضله بتاعه الفينتريكل،
فتعمل لي هايبروتروفي فنتريكولار هايبروتروفي، مع الوقت يدخل في كونجستيف هارت فيليا زي ما انتم شايفين الصوره كده. ده لو ما اتلحقش يدخل في كونجستيف ايه يا شباب؟ كونجستيف ايه؟ هارت فيليا. يبقى البي دي ايه ده بيؤدي الى كونجستيف هارت فيلير ولا لا؟ ايوه يا دكتور. ايوه يا دكتور. تمام، ممكن تيجي في الامتحان وتعرفي ليه بقى، او ممكن تسالي في الشفوي ليه. ماشي. طيب المانيفستيشن بقى هشوف ايه على الطفل عشان اكتشف يا دكتور او اشخصه ازاي. قال لك للاسف الحاجات دي الصغيره دي ما بتكتشفش الا مع الفيزيكال اكزامينشن. اولا الاسسمنت كرايتيريا على حسب حجم البي دي ايه. البي دي ايه دي فتحه كبيره قوي، ديامتر كبير ولا سمول؟ فتحه صغيره، صغيره قوي مش هكتشفها، بتبقى اسمبتوماتيك ومش بكتشفها الا مع الروتين اكزامينشن. الطفل اتطلب له بقى حاجه معينه، ايكو معين، نتيجه حاجه معينه، داخل عمليه مثلا لحاجه معينه فيكتشفه. لكن لو لارج بي دي ايه وانا بسمع بالسماعه هكتشفه بالاستيثوسكوب. هسمع ميرمر مشهور قوي اسمه كلاسيك ماشينري ميرمر. كلاسيك ماشينري ميرمر زي الماشين بالظبط، زي الماشين. يبقى الكلاسيك ماشينري ميرمر ده موجود فين؟ في البي دي اي. موجود فين؟ بي دي اي. طفل بقى يجي يعمل ايفورت، عنده ديزنيا، مش بينمو كويس، وزنه مش بيزيد، كل شويه يدخل ريبيت تشيست انفكشن مهمه جدا. تمام. الهارت ريت هلاقيه عالي بقى، ما هو يعني ايفورت يعني هلاقي هارت ريت عالي. ممكن اسمع اس 3 للطفل ده اللي هو الجالو بريز، هيدخل فيه ايه؟ هارت فيلير اللي هو الكونجستيف هارت فيلير. عالجه ازاي؟ علاج الحالات دي دايما سبورتيف. يعني ايه سبورتيف؟ يعني اقلل اللود عليه، ما رضعهوش اورال، اديله اوروجاستريك مثلا، ما خلوش يعمل ايفورت. الطفل ده ما خلوش يعيط كتير، الطفل ده ما يلعبش العاب اللي هي الشاقه لما يكبر. تمام. اعمل له فلويد ريستريكشن، وخصوصا لو حصل كونجستيف هارت فيلير هدي له دايريتكس وايه وديجيتاليز. ديجيتاليز اللي هو الدايجوكسين. يبقى لو حصل كونجستيف هارت فيلير هدي له ايه او ايه؟ دايريتكس، ديجيتاليز، هعمل فلويد ريستريكشن. طفل كمل الست شهور ووزنه كويس ممكن، والفتحه كبيره قوي، ممكن يدخل عمليه سيرجري. بس السيرجري هنا بتبقى من خلال الكاردياك كاسترايزيشن، مش اوبن هارت والكلام الكبير ده، لا ده كاردياك كاسترايزيشن. بيعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا يربط تاي اوف. تاي اوف يعني يدخل يربط الوصله دي وخلاص ويقفلها، يا اما يحط ديفايس، الديفايس ده يقفل لي برده الوصله دي. ده كده البي دي ايه. الاوت كام بتاعه كويس قوي قوي، والاطفال كلها بتبقى عايشه ومفيش مورتاليتي ولا حاجه. اكتر حاجه كومبليكيشن كلها ريليتد للشست. الشست يعني ريبيت الشست انفكشن، يعني بكتيريا الاندوكاردايتس، بالمونري هايبرتنشن، والطفل ده بيدخل في كونجستيف هارت فيلير زي ما قلنا. دي كده الكومبليكيشن، مهم نعرفها. في اي سؤال في البي دي ايه يا شباب؟ ده الظهر اسف. نخش على الكاركتيشن في اورطه. انتوا عارفينه من الصوره هنا، شايفين الحته الضيقه دي؟ شايفين معايا؟ الله اكبر الله اعظم. ايوه يا دكتور. اهي دي مشكله الطفل. اهي الاورطه مفروض ليومن مفتوح، خرطوم واسع، بياخد الكارديك اوت بوت كله بالبريشر العالي اللي طالع كله، فيجي في حته كده عند البرانشز، عند التقسيمه دي الاربعه برانش، حته ضيقه. هل هتسبب لي مشكله؟ مين الشاطر بقى في الفيزيكال اكزامينشن يقول لي؟ دكتور هتزود البريشر اعلى في الاطراف العلويه اكتر من الاطراف السفليه. حلو حلو. ليه بقى؟ لان انا البلد طالع الكاردياك اوت بوت كله طالع من الليفت فنتريكل اللي هو اعلى مكان فيه بريشر، طلع بقوه عاليه جدا، المفروض يطلع هنا يتوزع في الاربعه برانش دول. هو طلع يا عيني لقى البرانش اكبر واحد فيهم مقفول ضيق. كاركتيشن يعني ستينوزيس او اوبستراكشن، مقفول. فالبلاد كله هيروح فين؟ في الثلاثه برانش اللي فوق. ما هم الثلاثه برانش اللي فوق دولك زي ما باينه في الصوره اللي البيبي ده، الثلاثه برانش دول بيوصلوا فين؟ للابر بارت اوف ذا بودي، الجزء العالي. الجزء العالي ده اللي هو الايه؟ البرين والابر اكستريمتيز. يعني البلاد بريشر العالي كله بقى وكميه البلاد العاليه كلها هتطلع فوق، والاجزاء اللي تحت تبقى ضعيفه جدا جدا. فبالتالي بكتشفها في الفيزيكال اكزامينشن ازاي يا شباب؟
تاينوزس يا دكتور؟ قول ازاي؟ المفروض ان انا بقيس له البلاد بريشر من الاربع اطراف، بلاقي البلاد بريشر في اللور اكستريمسي بيكون قليل. تمام، ايه تاني مع البلاد بريشر قبل ما اقيس الضغط؟ دكتور البلد هو اكستريمتيز بيبقى ضغط. انا الطفل حلو، اعمل كومباريزون بين الابر واللور ليمس من ناحيه البلس. انا الطفل عندي في الميديكال وورد اهو، ورايح اعمل اسيسمنت للبلس، بشوف البلس في كل اماكن جسمه، انا تحت مش حساه لدرجه ان الفيمورال بلس مش موجود، ابسنت. عارفين يعني ايه فيمورال؟ يعني تحت هنا، اللي هو الكبير ده، الفيمورال ده الكبير اللي بركبه فيه السنترال كاسيتر، مش حساه او ضعيف جدا. لكن لما اجي احس هنا في الريديال الاقي عالي قوي قوي قوي، النبضه قويه جدا، اشك. اروح اقيس الضغط الاقي البلاد بريشر فوق عالي، ممكن يوصل ل 200، 200 على 100. اقيسه تحت، تحت مش سامعاه اصلا، في رجليه من تحت مش سامعاه. فالكوركتيشن اوف اورتا هي دي مشكلته، هو ستينوزيس او ستريكشر في اليومن اوف اورتا، في الوعاء نفسه مش الفالف. ما حدش يسمع كلمه اورتا يعرف ان الاورتك فالف، لا انا ماليش علاقه خالص بالاورتك فالف، الاورتك فالف اسمه اورتك ستينوزيس. تمام، انما الكوركتيشن اوف اورتا انا فيه جزء ضيق فين؟ في الاورتك ليومن نفسه، خلى كميه البلد اللي طالعه ببريشر عالي راحت للابر بارت اوف ذا بادي كله، خليت للبلس عالي جدا والبلد بريشر عالي جدا فوق، ولكن تحت البلد بريشر قليل والبلس مش حساه. دايما بعرفها في الفيمورال بلس، فيمورال بلس الاقي ويك او ابس. هل دي هتسبب لي مشكله؟ اه طبعا. المهم بس عشان تعرفي ان في حاجه اسمها بري داكتال وبوست داكتال. يعني ايه بري داكتال وبوست داكتال؟ يقول لك الحته الضيقه دي اللي فيها كونستريكشن يا اما تكون قبل الداكتس ارتريوسس اسمها بري داكتال، يا اما مكانها بعد الداكتس ارتريوسس اسمها بوست داكتال. تمام، عشان تعرف الفرق بين بري داكتال وبوست داكتال، لو الكونستراكشن الحته الضيقه دي كانت قبل الداكتس ارتريوسس اسمها بري داكتال، بعدها بعيد عنها ديستال يعني اسمها بوست ايه داكتل. بين النوعين بتوعها عرفها بقى الفرق بين البلس وبلاد بريشر. طب المانيفستيشن الطفل هيجي يشتكي من ايه؟ هي الشكوى اكتر هتبقى من الجزء اللي فوق ولا الجزء اللي تحت؟ شباب اللي يعني تحت، من اللور يا دكتور، عالي تحت البلاد بريشر عالي ولا الجزء اللي المفروض ما فيهوش بلاد بريشر؟ المفروض اللي ما فيهوش بلاد بريشر، المفروض اللي فوق، لان يعني عالي جدا ممكن بقى يأذي اورجانز او كده اللي فوق. دكتور هو المشكله ان فوق الضغط عالي، ممكن البيبي ده او الطفل ده يبقى عنده صداع طول الوقت، ممكن يدخل مني. انتوا بتخافوا من مريض اللي عنده هايبر تنشن ولا الهايبوتنشن؟ اللي عنده هايبوتنشن. اللي عنده ايه؟ هايبوتنشن. انا بخاف من اللي عنده هايبوتنشن. الهايبر يا دكتور، عشان هو ممكن يأذي اورجانز او كده. هايبر انا مستمع من خروشه. بص يا شباب، انا بخاف من هايبر تنشن. هايبر هايبر ده اسمه ايوان. الهايبر تنشن ده اسمه سايلنت كيلر. سايلنت كيلر يعني تلاقي مره واحده كده واحد في الشارع وقع ميت. ليه؟ لان ضغطه عالي، جاله ستروك ميت، اسمه سايلنت كيلر. فانا بخاف من الجزء اللي فوق البرين. البرين دخله بريشر عالي، ده هينفجر. فالطفل ده دايما هيشتكي، الام دايما تقول لك ابني بيشتكي بصداع. الام ما تعرفش بقى، تيجي دايما تقول لك عنده هيديك، صداع. الطفل دايما بيغمى عليه في المدرسه، بيحصل له ديزنس وفانتنج اتاك، كل شويه بيقع، ما عندوش انيميا وما عندوش مش عارفه ايه، الولد بيغمى عليه ويقع تحاليله كويسه. الطفل دايما مناخيره بيحصل منها بليدنج اسمها ابيستاكسيس. عارفين اعراض الضغط العالي؟ كلها اعراض الضغط العالي. الاستاكسس يعني بليدنج فروم نوز. الطفل ده ممكن يدخل في ستروك او سريبرو فاسكولار اكسيدنت ويموت بعدها. تمام، يبقى اكتر حاجه بخاف منها البلاد بريشر العالي اللي فوق، لان كله رايح على البرين. تمام، لكن تحت هيشتكي لي من ايه؟ تحت يا ولداه الولده، هيقول لي اطرافي سقعانه، ايديا سقعانه ورجليا سقعانه، مامته هتلبسه شراب، تلبسه لبس تقيل من تحت، هيقول بيحصل لي كرامب كده، عضلاتي بتقفش نتيجه الانوكزيا، تيشو انوكزيا، يعني الاكسجين مش واصل كويس. هيريح،
هيدوله كالسيوم ويدوله مغنيسيوم ويظبطوه، تمام؟ احصل له كرام، احصل له شويه كولدنس في الاطراف اللي تحت تتحل، لكن المشاكل اللي فوق ما بتتحلش. يبقى اللور اكستريميتيز هلاقي الفيمورال بلس ضعيف، هلاقي رجليه سقعانه عن ايديه، هلاقي يحصل له ماسل كرامب نتيجه تيشو انوكسي، تمام؟ بشخصها ازاي؟ فيزيكال اكزامينشن عادي زي ما قلنا من الفيمورال بلس او المانيفستيشن الام اللي تيجي تقول عليه كل شويه بيجي له اوبستاكسز وضغط وضغطه عالي وعنده صداع دايما ويحصل له فانتنج اتاك، اعمل اي سي جي هلاقي الطفل ده عنده حاجه اسمها ليفت فنتريكولار هايبروتروفي. ليه بقى ليفت فنتريكولار هايبروتروفي؟ لان يا عيني كل ما الليفت فنتريكل يعمل بامب عشان يطلع بيقابله كونستريكشن او بيقابله ستينوزيس، فده لود عليه، لما بيقابله حاجه لود كده عليه فبيحصل له هايبروتروفي وبعد كده بيدخل في كونجستيف هارت فيلير، تمام؟ علاجه ايه؟ ولا اي حاجه، الطفل ده يدخل قسطره كارديو كاسترايزيشن، حته الضيقه دي يحط لها بالون، بالونه كده وينفخوها، ما بالون انجيوبلاستي، ننفخ البالون كده بحيث نوسع الحته الضيقه دي، نوسعها، تمام؟ او لو حته كبيره هشيلها اعملها ريسكشن واند تو اند ايه انستموز، تمام؟ او سيرجيكال ريبير، بس لازم يكون طفل كبير في السن، طفل كبير في السن بيشيلوا الجزئيه ديت لو هي حته صغيره واند تو اند ايه انستموزيس، واسمها كوركتومي. كوركتومي يعني انا بشيل الكوركتيشن، بروح اقطع الحته دي واعمل اند تو اند ايه انستموزيس، ودي اسمها كوركتيف سيرجري، او بحط بالون البالونه اهي وانفخها، تمام؟ مشكله الطفل دايما في الضغط العالي حتى بعد العمليه، بعد العمليه بيبقى عنده هايبرتنشن عالي، فالطفل ده دايما بيمشي بقى على ميديكيشنز حاجات انتي هايبرتنسيف، تمام؟ انجيوتنسين كونفرتيك انزايمز وبيتا بلوكرز وحاجات من كده او انهيبيتورز، تمام؟ على ما اظن بقى ما فيهاش مشكله، يعني خلاص هو ده الكولكتيشن في اورتا. فهمتوا؟ في اي سؤال فيه؟ اي سؤال فيه يا شباب؟ دكتور هو يا دكتور هو اللوبي فيوجن ده مش هيوصل معاه لدرجه اسكيميا؟ لا لا لا، يعني انت اول ما بتحس ان حصل لك كرام بتقعدي. انا بتكلم ان هو مش وصل له دم اصلا. لا لا لا، بيوصل دم، وصل دم، هو مش اوبستراكتد، هو كونستريكشن ضيق مش اوبستراكتد، ماشي؟ تمام، شكرا لك. ماشي، نخش بقى على النوع الثاني بقى اللي هو الساينوتيك. شايفين الولد الازرق ده؟ ده الساينوتيك، يعني الطفل مرتاح وكويس او ساينوزيس، مش بيرضع، مش بيعمل، ومزرق ازرق كوبيا كده زي ما بيقولوا، ده ساينوتيك، يعني عنده ساينوز، يعني هلاقي فيه بلوش ديسكالوريشن في اللبس والتانج والاورال ميكوزا والفينجر نيلز بتاعته. النوع الساينوزيس هنا اسمه سنترال تايب وليس بريفرال، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ اكيد اكيد ان الدم الان اوكسجينيتد بيروح للايه؟ للسيستميك ولا البلمونري؟ سيستميك ايوه، السيستميك سيركيليشن بيبقى البلاد فيها الاكسجينيتد بيبقى ميكسد، بيبقى فيها بيدخل عليها ان اوكسجينيتد بلاد اهو، نتيجه ان فينس اللي هو الان اوكسجينيتد بلاد بيدخل على السيستميك سيركيليشن. فالشرط هنا ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت، يعني الليفت سايد هو اللي بيدخل للرايت سايد ولا الرايت سايد هو اللي بيدخل للليفت سايد؟ رايت تو ليفت، الرايت سايد هو اللي بيدخل للليفت سايد. يعني بيجي من الرايت سايد اوف ذا هارت للليفت سايد اوف ذا هارت، يا اما حاجه تانية البلاد مش بيروح لللنج عشان يحصل له اكسجينيشن اهو، او اوبستراكشن اوف بالمونري بلاد فلو. ناخد بقى اشهر مثال اللي هو التترولوجي اوف فالو، اختصاره تي او اف، تي او اف، ماشي يا شباب؟ التترولوجي اوف فالو ده اشهر نوع في الساينوزيز، ممكن تشوفوه في الوحدات اللي هي الهاي ريسك في الساينوتيك هارت ديزيز. ايه مشكلته بقى؟ مشكلته في الصورة فين؟ أيون ماشي، خش على الصورة دي. مشكلة الطفل ده مش عنده ديفكت واحد، لا ده تترا. تعرفين يعني ايه تترا باللاتيني؟ أنا ما أعرفش، بس بقوله رباعي، بقوله لاتيني يعني أربعة، أنا ما أعرفش الأرقام باللاتيني، أنا ما أعرفش الأرقام باللاتيني، بس تترا يعني أربعة باللاتيني. قال مش ثلاثة والله، بقول أربعة، أربعة والله. عمك فالوت، هو الراجل اسمه فالوت، الراجل العالم اللي اكتشفه اسمه فالوت، اكتشف الديزيز ده فسموه تترولوجي اوف فالوت، يعني رباعية عمك فالوت. الرباعية فالوت دي يعني الطفل عنده أربعة ديفكت
زي ما باينه في الصوره كده. نخش واحده واحده. اول حاجه كده الطفل ده عنده بلمونيك ستينوزيس. يعني ايه بلمونيك ستينوزيس؟ يعني البلمونري ارتري ضيق، فيجر الرايت فينتريكل يحصل له بامب او كونتراكشن عشان يطلع البلاد من الرايت فينتريكل للبلمونري ارتري، بيقابله ريزيستنس في ستينوزيس. دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه، في حاجه اسمها في اس دي، شايفين الفتحه دي؟ هو طبيعي كده يبقى الرايت والليفت مفتوحين على بعض فينتريكل؟ لا، دي الفينتريكولار سيبتال ديفكت اللي بيقول عليه كده بالبلدي كده ثقب بالقلب، فينتريكولار سيبتال ديفكت في اس دي اهو، الاثنين بيودوا لبعض. تالت حاجه الاورطه. هو الاورطه المفروض ياخد منين يا شباب؟ من الرايت ولا الليفت؟ بياخد بلد منين الاورطه؟ من الليفت. من الليفت يا دكتور. من الليفت اهو، الواد ده الاورطه بتاعه مش حارم حد، بياخد من الاثنين. يلا انا هاخد من الرايت وهاخد من الليفت، لان انا تركيبي جاي على الفتحه بتاعه الفي اس دي، فاسمها اوفر رايدنج اوف اورطه. يعني ايه اوفر رايدنج؟ يعني الاورطه راكب على الفتحه كده، بياخد من الرايت وبياخد من الليفت فينتريكل. يبقى دي تالت حاجه. رابع حاجة، الطفل ده نتيجة البلمونيك ستينوزيس مع الوقت بيبقى عنده حاجة اسمها رايت فنتريكولار هايبروتروفي. يبقى التترالوجي اوف فالوت، ايه هما الأربعة؟ مهمين جدا جدا جدا. أول حاجة بلمونيك ستينوزيس. يعني ايه بلمونيك ستينوزيس؟ يعني في ستينوزيس في البلمونري فالف، يجي البلاد يطلع من الرايت فنتريكل، بيلاقوا قدامه مقاومة. تمام. تاني حاجة في اس دي. يعني ايه في اس دي؟ يعني فينتريكولار سيبتال ديفكت، يعني في ديفكت او فتحه في الفينتريكولار سيبتم هنا بين الرايت والليفت فينتريكل، فالاثنين مفتوحين على بعض. ثالث حاجه الاورطة، لا ده انا مش هاخد من الليفت بقى، انا هاخد من الاثنين، هاخد من الرايت ومن الليفت. ليه؟ لان انا الاورطة جاي الاناتومي بتاعي عند الطفل ده، الطفل ده جاي فوق الفتحه على طول بتاعه الفي اس دي، فانا هاخد من الاثنين. رابع حاجه، مع الوقت بيكون رايت فينتريكولار هايبروتروفي. يبقى مهمين ولا مش مهمين الاربعه دول يا شباب؟ نعرفوهم. حفظتوهم؟ حفظتوهم؟ ايوه يا دكتور. بي اس يعني بالمونري ستينوسيس، بعدين في اس دي اللي هو الفينتريكولار سيبتال ديفكت، وبعد كده الاورطه هاخد من الاثنين، يعني اوفر رايدنج اوف اورطه، وبعدين رايت فينتريكولار هايبروتروفي. طب ازاي بقى هنا رايت تو ليفت؟ ها مين الشاطر اللي يقول لي رايت تو ليفت؟ الشنط، عشان كده في ساينوزيس. هو مش الليفت فينتريكل الضغط فيه اعلى من الرايت فينتريكل، فمفروض ليفت تو رايت. طب ازاي رايت تو ليفت بقى؟ شبابنا الحلوين، هو دكتور نتيجة ان البلمونري ارتري اللي فيه ستينوزيس، فالرايت فينتريكل هنا فيه مشكلة، فالضغط هيكون اعلى. صح، دي حاجة. تاني حاجة، عشان الأورطة أصلا جاي أصلا فوق الاتنين، هو الأورطة كده كده جاي فوق الاتنين، فهياخد من الاتنين. فالرايت تو ليفت مقصود بيها مش من الرايت فينتريكل للليفت فينتريكل، لا هي مقصود بيها من الرايت فينتريكل للأورطة، بيدخل على الأورطة وليس ليفت فينتريكل، لأن الأورطة على طول جاي على الفتحة بين الاتنين. ماشي يا شباب؟ بيزودها أكتر بقى البلمونري ستينوزيس. طيب دكتور معلش تاني عشان الصوت قطع عندي. ايوه تاني، احنا قلنا رايت تو ليفت شنط. ليه هي رايت تو ليفت؟ على الرغم احنا عارفين ان الليفت فينتريكل الضغط جواه اعلى من الرايت فينتريكل. زميلتك قالت نتيجه ان في بالمونري ستينوزيس، دي اول سبب، لان الطريق اللي هناك مقفول بالمونري ستينوزيس. تمام. تاني حاجه، ان الاورطه اصلا عندها حاجه اسمها اوفر رايدنج، بتاخد من الاثنين، هي اناتوميك، هي اوتوماتيك كده فوق الاثنين، فوق الفتحه، فهتاخد من الاثنين، لان الاثنين بيحصل لهم كونتراكشن مع بعض. يعني الرايت والليفت فينتريكل لما يجي يحصل سيستول كونتراكشن، بيحصل كونتراكشن مع بعض. تمام. وهنا بيبقى من الرايت فينتريكل للاورطه وليس ليفت فينتريكل، بيدخل على الاورطه على طول. طيب المانيفستيشن بقى للطفل، والله بتختلف من طفل الى اخر. قال لي على حسب ايه؟ على حسب البلمونري ستينوزيس، هو ضيق قوي مقفول خالص ولا مايلد حاجه بسيطه. يبقى على حسب السيفيريتي اوف ستينوزيس. يعني لو حاجه مايلد يبقى الطفل كويس،
لا دي مقفوله خالص، ده بالمونر ستينوزس ده عندها اوبستراكشن، لا الطفل ده هيبقى وحش. يعني معناه كده ان كميه البلاد اللي رايحه لللونج ما فيش اصلا او معدومه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه قال لي على حسب فتحه الفي اس دي فينتريكولار سيبتال ديفكت، هل هي فتحه ثقب زي ثقب كده الدبوس ها، ولا دي مفتوحه خالص، مفتوحين على الاثنين على بعض ما فيش سيبتم، يبقى على حسب برضو الفي اس دي. قال لي تالت حاجه على حسب الاورطه، الاورطه بياخد الاثنين قد بعض ولا بياخد من الليفت سايد اكتر ولا بياخد من الرايت سايد اكتر، على حسب هو برضو تركيبه مايل لفين، فعلى حسب الاوفر رايدنج اوف ذا اورطه. فالمانيفستيشن او السيفيريتي اوف ديزيز بتختلف من طفل للتاني على حسب الديجري بتاعه كل ديفكت. تمام، كل ديفكت الديجري بتاعه فين. طيب لا خالص بقى، الهايبرتروفي في رايت فينتريكولا انت عارفين نتيجه ان البريشر اللي بيقابله من البلمونري ستينوزيس. تمام، المانيفستيشن هتظهر على الطفل ايه؟ الاطفال دي دايما بتشتكي من ساينوزيس، اول حاجه كده هتلاقي عندهم بريفرال ساينوزيس وسنترال ساينوزيس، يعني الاكسجين كونسنتريشن عندهم قليل. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه بيحصل حاجه اسمها بوليسيسيميا، بوليسيسيميا للاطفال دي عارفين يعني ايه بوليسيسيميا؟ يعني الار بي سيز عندهم كتيره قوي. انا اروح اعمل سي بي سي للطفل بتاعي اشوف عنده انيميا ولا لا، يطلع لي ان الار بي سيز بتاعته عاليه قوي. مين بقى الشاطر اللي يقول لي ليه الطفل ده عنده بوليسيسيميا؟ مين شغل مخه كده يقول الطفل ده ايه اللي يخلي عنده ار بي سيز كتيره؟ انا قلت علاقه بالبرفيوجن، البرفيوجن واصله حلوه قوي، انا ما قلتش في حاجه قافله بعد الهارت. لا ده الاورطه بتاخد الدم اللي هي عايزاه كله وبتطلعه للجسم، ها بيبقى ميكس بلاند بس بتوصل، انا ماليش علاقه بالبرفيوجن. لكن ها في ايه بقى؟ هو البلاد واصل دكتور إيه؟ ديماند بيبقى عالي جدا لدرجه ان الجسم بيفتكر ان هو كده محتاج ار بي سيز اكتر من الاكسجين. ديماند عالي؟ لا مش الديماند عالي، هو علشان في لو ساتيوريشن فهو بيعمل ككومبنسيتنج ميكانيزم. الله ينور عليك، برافو. اسمك ايه؟ مياو محمد ابراهيم. شاطره يا مياو، لان الطفل ده عنده البلاد بتاعه في السيستميك بلاد ان اوكسجينيت، فطبيعي انا اهو نعم ايوه انا عايزه حته بقى كومبنساتوري ميكانيزم. دكتور حرفيا كلنا قلنا نفس الاجابه يا دكتور. لا سامحوني، يبقى انا ما صبرتش عليكم، خايفه وقت المحاضره يعدي. سامحوني، انتوا كلكم ممتازين ما شاء الله عليكم. البوليسيسيميا هنا بتحصل نتيجه ان السيستميك ساتوريشن قليل، دايما الساتوريشن اقل من الطبيعي، كانك كده طالع الجبل او طالع سلم الدور العاشر. تمام، فالجسم طبيعي بيعمل كومبنساتري ميكانيزم يطلع يصنع ار بي سيز عشان تشيل اكسجين اكتر، هي عيني بتطلع ار بي سيز بس ما فيش اكسجين فهتطلع تاني وتاني وتاني، فيبقى عنده بوليسيسيميا يعني عنده ماس من الار بي سيز. هل هتسبب له مشكله الار بي سيز الكتيره دي؟ اه طبعا، اي حاجه زادت عن حدها تنقلب ضدها. اه طبعا، الار بي سيز دي ما دي حجم بتزود لي الفيسكوستي اوف بلاد، ده لها كثافه كده وبتزاحم البلاد ماشيه في البلاد فيزلز، هتزود لي الفيسكوستي. فيسكوستي يعني ايه؟ اللزوجه. فلما تزود لي اللزوجه الطفل ده ريسك قوي يحصل له ثرومبس وامبولاي. تمام، تلاقي الطفل ده من يجي له دي في تي، طفل صغير كده وعنده دي في تي، دي فين ثرومبوس او بالمونري امبولاي او كده. تمام، يبقى تاني حاجه كده بوليسيسيمي. كانت في زميله قالت في اول المحاضره، انا مش فاكره اسمها، قالت يا دكتور معنات كده ان انا قبل 4 شهور مش هكتشف الديفكت او الطفل مش هيبقى عنده ساينوزيس. اول 4 شهور الطفل بتاع التترالوجي اوف فالوت بالذات مش هيبقى عنده ساينوزيس. ليه؟ لانه عنده البيتا انتيداكتس ارتريوسيس ما اتقفلتش، ما تتقفلش اللي عند 4 شهور كومبليتلي كومبليتلي، فالطفل ده مش هيبان عليه ساينوزيس بدري. بس بقى لو ام بقى ايه يعني سايباه بيعيط كتير، الطفل مش عارف يرضع، هيبان عليه.
عندي برضو حاجة اسمها كلابينج للفينجرز والتوز، دي الحتة بقى اللي انت قلت لي عليها بقى للبرفيوجن او مش برفيوجن، هو الانوكزيا، تشو انوكزيا عنده عالية يعني الاكسجين مش واصل للاطراف بتاعته، بيحصل له كلابينج للفينجرز والتوز. ودايما الجروس بتاع الطفل عندي بيكون ستانتد جروس، يعني ستانتد جروس قصير مش بينمو كويس زي بقية الاطفال. طبيعي طبعا الطفل ده هيقدر يعمل ايفورت، مش هيقدر يعمل اي حاجه، ودايما بيدخل في ديزني عندي، ولاقيه دايما في سنترال ساينوسيس. اكتشفوا بقى ان الاطفال لما بتكبر في السن وهي بقى بتلعب مع اخواتها او كده، لما يجي يتعب من اللعب بيعمل حاجه اسمها سكواتينج بوزيشن. شايفين وضع القرفصه ده او ده البيبي ده، ده اسمه سكواتينج. كان بيلعب عادي ومره واحده لقى نفسه تعبان، دخل في ديزني، فقام على طول عمل القرفصه دي، بيلاقي نفسه ارتاح، ارتاح بعدها، بتريليف الديزنيا. ليه بقى؟ ليه السكواتنج بوزيشن ديت بتريليف الديزنيا؟ هقول لكم الاسباب. اول حاجه الطفل بيلعب، تمام. انا مشكلتي ان السيستميك سيركوليشن هنا فيها الان اوكسجينيتد بلاد عالي، والبلمونري بلاد فلو بتاعه قليل، فانا عايزه ازود البلمونري بلاد فلو وقت اللعب. انا النفس بيعلى وقت اللعب، والاكسجين دوموند بيزيد، وكل حاجه بتزيد، والعضلات بيحصل لها كونتراكشن. جيت انا تعبت عايزه اقلل كل ده، هعمل ايه؟ اقلل السيركوليشن، اخلي السيركوليشن بقى ما هتلف من فوق لتحت كده، لا ده انا اقصرها. اقصرها ازاي؟ ان انا اقفل الفيمورال فين، اقفله من خلال ان انا اعمل سكواتنج بوزيشن. انا لما اعمل سكواتنج بوزيشن يعني قفلت هنا، شايفين الحته دي، دي كده قفلت، فانا خليت السيركوليشن بقت قصيره، الدايره بتاعتي بقت قصيره. فلما الدايره بتاعتي بقت قصيره انا هعلي السيستميك بريشر. هو انا محتاجه اعلي السيستميك بريشر؟ محتاجه اعليه عشان اخلي الاورطه ياخد اكتر من الليفت سايد، ما ياخدش من الرايت سايد. متخيلين معايا؟ يعني انا عملت الطفل عمل سكواتينج وهو وقت الديزنيا عشان يقفل هنا الفيمورال فين وارتري، عشان اقصر المسافه دي كلها مش عايزاها، انا عايزه بس السيركوليشن بتاعتي تبقى قصيره عشان ازود البالمونري بلاد فلو. لما السيركوليشن تبقى قصيره هزود البالمونري بلاد فلو، فيحصل يتم عمليه اكسجينيشن لكميه بلاد كويسه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا هعلي السيستميك بلاد بريشر. هعليها ازاي؟ ما انا هنا قافله اهو، المؤشر راح فين؟ هنا قافله اهو، لما قفلت عند الفيمورال فين قصرت الدايره، الدايره بقت قصيره، فالبريشر هيبقى فيها اعلى. تاني حاجه هنا انا عملت دي البوشنج، دي اللي هي الضغطه دي كانها بتضغط اصلا، بتعلي السيستميك بريشر. يبقى السكواتنج بوزيشن بيريليف الديزنيا ازاي؟ اول حاجه لما انا بعمل فليكشن للليج اتنيها، بقلل الفينوس ريتيرن اللي جاي لي من تحت، انا مش عايزاه اصلا، ده هو جاي لي في ان اوكسجينيتد بلاد، انا مش عايزاه، اقفل عليه، انا عايزه اخلي اللونج بس تشتغل على الكميه اللي فوق وتعمل لها اوكسجينيشن. هزود البلمونري بلاد فلو، دي اول حاجه، ان انا هقلل الفينوس ريتيرن اللي جاي لي من تحت اللي فيه اصلا اللو اوكسجين. تاني حاجه سكواتنج بوزيشن بيزود السيستميك فاسكولار ريزيستنس اللي هو السيستميك بريشر. سيستميك فاسكولار ريزيستنس يعني بريشر. ازاي؟ ان هو بيقلل الدايره بتاعه السيركوليشن بتاعتي. تاني حاجه ان هيخلي الاورطه هياخد كميه البلاد اكتر منين؟ من الليفت ولا الرايت فينتريكل؟ هتاخد من الليفت فينتريكل اكتر، تمام. مهمه الحته بتاعه السكواتنج دي يا شباب، ممكن تيجي في الامتحان، مهمه اعملوا عليها كده، عندها نجمه ولا اي حاجه مهمه. طيب هبان على الطفل مانيفستيشن ايه تاني بقى بالاكزامينيشن. انا لما اروح بقى اسمع بقى بالسماعه الكلام اللي فات ده كله، كان ام تيجي تقول مانيفستيشن، ممكن اسمع صوت ميرمر، او لو حطيت ايدي على الشيست كده هسمع تحت ايدي كده ثريل. الثريل ده اللي هو ريجرجيتيشن اوف بلاد، ثريل يعني ريجرجيتيشن اوف بلاد. حطيت ايدي بالبالبيشن اسمه ثريل، حطيت السماعه وسمعته اسمه ميرمر، تمام. الطفل ده بيدخل في حالة بقى الجزء بتاع المرمر ده،
المرمر يعني ريجارجيتيشن اوف بلاد، يعني صوت ارتجاع البلاد، ريجارجيتيشن اوف بلاد. لو سمعته بالسماعه، حطيت ستيتسكوب كده وسمعت، اسمه مرمر. طب لو حطيت ايدي، الاطفال الصغيرين النيونيتس والانفانت، انت تحطي ايدك تحسي بكل حاجه اصلا على الهارت. حطيتي ايدك المرمر بدل ما تسمعي بالسماعه، حسيتيه بايدك، اسمه ثريل. تمام؟ يبقى ثريل اللي هو ريجارجيتيشن اوف بلاد بس بالبالبيشن، ميرمر ريجارجيتيشن اوف بلاد بس بالايه، بالاستيثوسكوب. الطفل ده بيدخل كده دايما في حاله اسمها ساينوتيك سبيل او هايبوكسيك سبيل او بلوز بيل او تيتس بيل. الاسماء دي كلها اسماء واحده، ممكن تيجي في الامتحان. ساينوتيك سبيل، هايبوكسيك سبيل، بلوز بيل، تيتس بيل. يعني ايه؟ نتخيل كده لو الطفل ده جه البالمونري فالف بتاعه حصل له سبازم، اتقفل، اتقفل خالص، يعني مفيش بلاد بيروح للبالمونري سيركوليشن خالص، وجه السيستميك بريشر بتاعه، يعني البلاد بريشر بتاع الطفل وقع بقى هايبوتنسيف خالص، هل السيركوليشن عند الطفل تبقى شغاله؟ هل هيبقى فيه بلاد رايح لللونج يحصل له اكسجينيشن؟ هل هيبقى فيه سيستميك بريشر شغال؟ هيبقى فيه لا، هي دي ساينوتيك سبيل، هايبوكسيك سبيل، بلوز سبيل، تيت سبيل. يعني الطفل ده حصل له سبازم في الانفنتيبلم بتاع البلمونري فالف، اتقفل، او السيستميك فاسكولار ريزيستنس اللي هي السيستميك بريشر عنده وقع، قل، يعني هايبوتنسيف، مفيش ضغط اصلا. تمام؟ فالطفل ده يعني معناته كده ان الهارت مش شغال، السيركوليشن وقفت. فهلاقي الطفل دخل مره هيغمى عليه، دي اول حاجه، هيبقى increased deep cyanosis كله أزرق، يدخل في ديزنيا بقى convulsion، ممكن يفقد الوعي بتاعه loss of consciousness، ممكن يموت بعدها لو أنا ملحقتهوش. تمام؟ يبقى دي cyanotic spell، cyanotic spell مهمة جدا، definition بتاعها ممكن يجي في الامتحان. تمام؟ الأطفال دي مش بيبقى عندها congestive heart failure يا شباب، مقارنتهم بالبي دي اي والcoarctation في أورطة. احنا قلنا البي دي اي والcoarctation في أورطة بيحصل لهم congestive heart failure ليه؟ لان بيبقى فيه اوفرلود، دول بيبقى عندهم اوفرلود ما عندهوش، لان الاورطه كده كده بتاخد، هي البالمونري مقفول، بالمونري فالف مقفول، بس الاورطه هتاخد اللي في الرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل مش حيق... ما فيش يعني ما فيش حاجه هتضايقها. فالاطفال دي مش بتديفلوب كونجستيف ايه، هارت فيلير. عليكم ازاي؟ اهم حاجه كده الاطفال دي لو انا عرفت ان هم تي او اف، لازم اقول لها لما تروح عند اي دكتور اسنان او اي دكتور تعملي اي بروسيجرز، الطفل لازم ياخد انتي بايوتيك. ليه انتي بايوتيك؟ لان الطفل ده بيكون ريسك قوي يدخل في بكتيريا الاندوكارديتس، بكتيريا اندوكارديتس اشهرها، اشهر حاجه الاطفال بيروحوها هم صغيرين كل شويه دكتور الاسنان، فلازم اعرفها المعلومه دي. طيب اقول لها على السكواتنج بوزيشن او النيشست بوزيشن، اقول لها عليه لو لقيت طفلك ازرق او لقيتيه بقى عنده ديزني قوي ونفسه بقى عالي، روحي ارفصيه، يعني اعملي له النيشست بوزيشن، او لو هو كبير خليه ارفص. تمام؟ طيب الساينوتيك سبيلز اعالجها ازاي؟ اعالجها اول حاجه كده، الطفل يعني السيركوليشن مش شغال، يعني الطفل محتاج اكسجين، يبقى اول حاجه كده اكسجين ثيرابي. تاني حاجه احطه في النيشست بوزيشن او السكواتنج بوزيشن، محتاجه اديله مورفين سلفيت. دكتور الصوت بيقطع، سامعيني يا شباب؟ عندكم ولا عندها بس؟ يا دكتور، ده ايه دكتور الصوت دلوقتي كويس؟ بيقطع جامد. طب ايه قطع من اول فين؟ سمعت الحته كويس يا دكتور. طب تمام. المهم هرجعها تاني برضو، الطفل ده لو عرفت ان هو تو اف، لازم ابلغ الام، اقول لها تروح لاي دكتور يعمل اي اجراء، اي اجراء لازم هياخد انتي بايوتيك بروفيلاكسيس. ليه؟ عشان الطفل ده ريسك قوي يحصل له بكتيريا الاندوكاردايتس. لازم اعرفها النيشست بوزيشن لو هو طفل صغير، لو طفل كبير هقول لها حطيه في السكواتنج بوزيشن. طب لو دخل في ساينوتيك سبيل اعرفها لها، اقول لها الطفل ممكن يدخل في كذا كذا كذا، لو دخل في ايفورت عالي هتعملي ايه؟ محتاجه اوكسجين ثيرابي اول حاجه، هتحطيه في النيشست بوزيشن، محتاجه تدي مورفين سلفيت. مورفين سلفيت ليه؟ عشان اقلل السبازم اللي حصل في البلمونري فالف. محتاجه ادي بيتا ادرينرجيك انهيبيتور لو في اسيديميا بقى، ده لو راح مستشفى والكلام ده كله في الميديكيشن يعني. تمام؟ سيرجري لها سيرجري، والله يعني غالبا ملهاش، هي بيمشوها باليتيف تريتمنت
يعني ممكن يعملوا شنط كده توصل البلد تروح لللنج، شنط بحيث تدخل بلد لللنج عشان يبقى كمية الاكسجينيشن تبقى كويسة، تمام. يا اما يدخل الطفل يعمل اوبن هارت بقى ويعمل توتال كوركشن، توتال كوركشن البلمونري فالف، يشوف له فالف ريبليسمنت بقى، ولا يشوف له يحط له بالون، ولا يعمل له ايه عشان يوسعه، الفي اس دي يقفله، لو في اي مشكله تانية يصلحها، تمام. ده كده خلصنا الكونجنيتال. عايزين نقارن مقارنه سريعه. احنا خدنا الساينوتيك والاساينوتيك. الاساينوتيك خدنا منهم البي دي اي والكوركتيشن اوف ذا اورتا. الساينوتيك خدنا التترالوجي اوف فالوت بس، تمام. عايزه اقارن مقارنه سريعه بين الدايركشن اوف بلاد. هو احنا قلنا في البي دي اي والكوركتيشن اوف ذا اورتا البلاد رايت تو ليفت ولا ليفت تو رايت يا شباب؟ ليفت تو رايت. الله ينور. لكن في التيو اف رايت تو ليفت. رايت تو ليفت. يبقى دي اول حاجه مقارنه بينها. الساينوزيس، هو الاساينوتيك ده فيه ساينوزيس؟ لا، مع الايفورت بس، مع الايفورت اللي هو الكراينج او الفيدنج، تمام. لكن الساينوتيك كده كده موجود، ده عنده سنترال ساينوزيس. طب البلمونري بلاد فلو في الاساينوتيك هو كان انكريز ولا ديكريز؟ كريز. انكريز. ده كان عنده بلمونري كونجيشن. طب والساينوتيك اللي عنده بلمونري ساينوزيس ديكريز، لان عنده بلمونري ايه؟ ستينوزيس. البلمونري كونجيشن موجوده فين؟ بري دومينانت فين؟ في الساينوتيك ولا الاساينوتيك؟ في الاساينوتيك. الاساينوتيك عشان انكريز بالمونري بلاد فلو. الكونجستيف هارت فيلير بتحصل فين؟ في الاساينوتيك. بالاساينوتيك. برافو عليكم. طيب عندكم يبقى دول الحاجتين، الثلاث حاجات سوري اللي عليكم في الكونجينيتال. هتلاقوا بقى عندكم كام صفحه كده حلوه عن النيرسينج مانجمنت، كلام كله سهل جدا. هتقول لك عن الريست، وتقول لك مش عارفه عن الدايت، وتقول لك عن ايه وايه. اقروه نيرسينج مانجمنت، وهتلاقوا في صفحه تقريبا على الكارديو كاسترايزيشن انتوا اخدينها قبل كده، اللي هي التشخيصيه او العلاجيه دياجنوستيك او ثيرابيوتيك، برضو اقروها دي للقرايه، تمام. نروح بقى على النوع الثاني الكبير اللي هو الاكوايرد، يعني الطفل مولود كارديوفاسكولار سيستم كويس بس مع العمر حصل له مشكله عرضته لاكوايرد هارت ديزيز. اشهر حاجه في الاطفال الاكيوت روماتيك فيفر. انتوا لو في حد نزل الاوت بيشنت اللي هي الامرجنسي، ممكن تشوفوا اطفال كتير بتاخد بنسلين، يعني تقريبا معظم 90% من الاطفال عندنا بياخدوا بنسلين، اللي هو ده الاكيوت روماتيك فيفر. يعني ايه اكيوت روماتيك فيفر؟ من اسمه اكيوت، يعني حاجه بتحصل صادم. اكيوت روماتيك يعني في اميون سيستم رياكشن، فيفر يعني في درجة حرارة عالية، يعني في بكتيريا معينة هتدخل، تمام. ده الليدنج كوز للأكوايرد هارت ديزيز. دي أشهر حاجة بتسبب أكوايرد هارت ديزيز عندنا في الأطفال. منتشرة قوي بنسبة عالية في الأماكن المزدحمة، الأوفر كراودي، الأماكن اللي فيها بور سوشي أوكونوميك ستيتس، الأماكن الإدوكيشنال ليفل بتاعها قليل جدا، الأماكن اللي ما فيهاش تهوية. ليه؟ لان انا محتاجه بكتيريا معينه هي اللي بتسبب الاكيوت روماتيك فيفر. اكيوت روماتيك فيفر ده انفلاماتوري ديزيز، اوتوميون رياكشن او انفلاماتوري ديزيز، جسم كده بيعمل انفلاميشن او بيعمل رياكشن معين لحاجه معينه. الحاجه دي اللي هي الكونكتيف تيشو، ما بيروحش بقى يهاجم اورجان معين، لا ده هي الكونكتيف تيشو اللي بيعمل لها انفلاماتوري ريسبونس. الكونكتيف تيشو دي موجوده فين؟ اكتر حاجه عندنا في المفاصل، الجوينتس، اللي هي مينلي موجوده في الجوينت. موجوده فين تاني؟ في الهارت، موجوده في السي ان اس والسكين والسبكوتينيوس تيشو. ليها خمس اماكن. والله يا شباب انا عندي النت كويس. يبقى الروماتيك فيفر ده انفلاماتوري ديزيز لايه؟ للكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو دي موجوده فين؟ في خمس اماكن، الجوينت، الهارت، سي ان اس، سكين، سبكوتينيوس تيشو. اكتر مكانين بيتاثروا الجوينت والهارت، تمام. مشكله الاكيوت روماتيك فيفر ان هي بيحصل لها ريكارنس، يعني هي عندها تندنسي تو ريكارنس، تروح وتيجي تروح وتيجي، يعني الطفل ممكن ما يصحاش منها، تمام. هي سببها ايه؟ سببها ان الطفل اتعرض لانفكشن لبكتيريا اسمها جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال بكتيريا. لازم تعرفوا اسم البكتيريا،
البكتيريا دي سببت له انفكشن فين؟ ابر ريسبيراتوري تراكت، راحت هنا على اللوز ابر ريسبيراتوري تراكت، البكتيريا عملت انفكشن. البكتيريا اسمها جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوك. الام تيجي تسالها تقول لك انا من اسبوع كان عنده سخونيه جامده وعنده اللوز وعنده وعنده، تمام؟ فيبقى قبلها هاخد الهيستوري، الام هتقول لك من اسبوع او اسبوعين بالكتير كان عنده ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. دي الاكيوت روماتيك فيفر. موست كومن في انه اطفال سن السكول من 5 ل 15، سن الايه بتحصل في سن السكول ايج من 5 ل 15 سنه. الاثنين قد بعض، البوي قد الجيرل، مفيش حد اعلى من حد في الريسك ليها. فهي اوتو اميون رياكشن لجروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال انفكشن نتيجه حصل انفكشن للابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن قبل كده. الطفل اتعرض ريسنت اكسبوجر لستريبتوكوكال انفكشن، تمام؟ طب ايه المانيفيستاشن اللي هتبان عليه؟ الطفل هيجي يشتكي لي من ايه؟ اللي هو عنده اكيوت روماتيك فيفر، اللي هي حصل انفلاميشن لخمس اماكن، الجوينت، الهارت، السي ان اس، السكين السبكوتينيوس. هلاقي الخمس اماكن فيهم مانيفيستاشن، تمام؟ على حسب الخمسه كلهم افكتد ولا مكان واحد ولا مكانين. في واحد اسمه جون ده حاطين كرايتيريا، قال لي عشان اشخص، عشان اعمل دايجنوز الصح للاكيوت روماتيك فيفر انا في كرايتيريا هحطها، لو موجوده يبقى الطفل ده يشخص اكيوت روماتيك فيفر. الكرايتيريا دي اقسمها لميجور وماينور، لميجور كرايتيريا وماينور. ماينور يعني اي مانيفيستاشن بتحصل نتيجه اي انفكشن، اي انفكشن، درجه حراره عاليه، تلاقي عنده شويه انوركسيا ونوزيا، وتلاقي عنده جسم وجعه ومتكسر، فدي الماينور. ماينور مانيفيستاشن يعني اي انفكشن، لو جريد فيفر، ارسلاجيا، ويكنس، فتيجه بدون البين، هعمل تحاليل هلاقي السي ار بي عالي والاي اس ار اللي هو الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت قالهم عاليين، ده طبيعي في اي انفكشن، تمام؟ طب ميجور، لا ميجور يعني دي مانيفيستاشن خاصه بالروماتيك فيفر، خاصه بالخمس اماكن اللي موجود فيها الكونكتيف تيشو. لو اثرت الهارت هلاقي عند الطفل كاردايتس، لو راحت عملت افكشن للجوينت هلاقي الطفل ده جاي بيشتكي من حاجه اسمها ميجراتوري بولي ارثرايتس، لو الطفل حصل افكشن للسكين هلاقي الرسيمه مارجينات، للسي ان اس هلاقي سيدنهامز كوريا او روماتيك سيدنهامز كوريا. حصل افكشن للسبكوتينيوس تيشو انفلاميشن هيبقى فيه سبكوتينيوس نيديولز. يبقى الميجور مانيفيستاشن اللي هي خمسه مانيفيستاشن الخاصين بالخمسه اريا اللي فيهم كونكتيف تيشو مهمين جدا. الكاردايتس، الطفل دايما بتاع الكاردايتس بيشتكي او بيحصل مشاكل في الفالف الميترال والاورتيك فالف، ده اللي انا عايزاكم تعرفوا فيها. الميترال والاورتيك فالف مش بيحصل فيهم انفلاميشن، فبالتالي الكاسبس بتاعه الفالف مش هتقفل كويس، يا اما هيحصل لها اوبستراكشن مش هتقفل كويس يعني في ريجرجيتيشن يعني، او يحصل لها اوبستراكشن ده نتيجه الانفلاميشن او الاوتو اميون رياكشن. الطفل هيبقى عنده مانيفيستاشن ايه؟ تاكي كارديا، هيبقى فيه ميرمر، هيبقى فيه اس 3 اللي هو الجالوبريز، هسمع حاجه اسمها فريكشن راب، هيشتكي من بين في الشست بريكارديال بين، هعمل اي سي جي هلاقي في تشينجز في الاي سي جي. مين يقدر يفرق لي بين الفريكشن راب يا شباب؟ كاردياك او ريسبيراتوري؟ بسمع صوت لو هو اخذ نفسه، ايوه بيسينج لو سمعته، وانا بسمع دكتور بخليه وانا حاطه السماعه، وبعد ما بياخد ديب بريسنج ان هو بيعمل له هولدنج، وبعد كده باجي اسمع، لو سمعت ان هو لسه موجود يبقى كده مشكله في الكارديو، لو الصوت راح يبقى كده المشكله في البالمونري. اسمك ايه؟ في البالورال. اسمك ايه؟ امل. اسمك ايه؟ ايوه امل، واللي كانت بتقول قبليك اسمك ايه؟ احلام يا دكتور. احلام، برافو عليكم. اه انا كنت هقول كده برضه. برافو عليكم، انا فهمت قصدك، انا صبرت اهو. فانا هطلب من الطفل اقول له خد نفس عميق واكتم، اعمل هولد يعني ما تتنفس، ما تشغليش الريسبيراتوري دلوقتي، اسمع بالسماعه، ما زال موجود يبقى ده مشكلته كارديك،
لا اختفى، يعني النفس مش شغال والفريكشن رب اختفى، يبقى دي حاجه ريسبيراتوري. برافو عليك. تاني مانيفستيشن اللي هي الميجراتري بولا ارثرايتس، من اسمها يا شباب كلمه ميجراتري يعني بتهاجر، هجره ميجريشن، يعني تروح تعمل افكشن بولي ارثرايتس. ارثرايتس يعني انفلاميشن للجوينت، يعني هلاقي في جوينت في انفلاميشن وبكره جوينت تاني حصل له انفلاميشن، والجوينت الاولاني بقى كويس وبعده جوينت تالت، فهي ميجراتري يعني بتهاجر. النهارده هتاثر على الني جوينت مثلا، بكره الهيب جوينت، بعده القلب جوينت، وبتافكت اللارج جوينت اللي هي المفاصل الكبيره اللي هي الني والهيب الشولدر الريست الانكل الالبو، هتافكت لها تعمل لها ايه؟ الطفل دايما بيشتكي بالم فظيع في المفاصل الجوينت، بتبقى ورمه سوولن ريد هوت مش قادر يتحرك، يقول لك الم فظيع ومش قادر يتحرك، تروح تعمل لها اكزامينشن كده تلاقيها محمره وورمه وسخنه وتندر نس ومش قادر. ودي اكتر حاجه مشهوره قوي في الاكيوت روماتيك فيفر، 70% من الحالات بيشتكوا من الميجراتري بولي ارثرايتس. طب هل يا ترى المفاصل دي هتصحى ولا هتفضل الطفل بيشتكي دايما ما عنده مشاكل في الارثرايتس؟ لا بتبقى سليمه، يعني بعد اسبوع اسبوعين بتبقى سليمه، بتبقى انتاكت. ولو انا عطيت الطفل ساليسيليت، ساليسيليت ميديكيشنز مسافه 12 ساعه الطفل يبقى كويس، مسافه 12 ساعه لو عطيته ساليسيليت كل الاعراض اللي عنده دي والالم والورمان ومش عارفه ايه هتختفي. لو ما عطيتهوش بعد اسبوع اسبوعين بتبقى سليمه 100%. ثالث حاجه الرسيمه مارجناتم، لو حصل افكشن للسكين للكونكتيف تيشو اللي موجوده في السكين هتظهر في صوره راش، لكن الراش ده مش اتشنج، نان اتشنج نان بريوريتيك، يعني مش بياكلها، مش زي حالات اللي هي الكومونيكابل ديزيز لما تاخدوا محاضره الكومونيكابل ديزيز، لا هو نان بريوريتيك وملهوش شكل معين، اندفرنشيتد يعني مش اخد شكل معين، تلاقي واحده كبيره واحده صغيره نقطه مفلطحه مش عارفه دي، ملهوش شكل معين، بس بيظهر في الترانك والانر اسبكت اوف اكستريميتيز، استحاله الاقيه في الوش، نيفر ان فيس. تمام، يعني اشهر اكتر حاجه عرفوها ان هو نان بريوريتيك ملهاش شكل معين، undifferentiated مكيول، بتظهر في الترانك والانر اسبكت اوف اكستريميتيز، بتختفي كل ساعه يعني evanescent، يعني انا كنت شايفاها من ساعه في الترانك بشكل معين، لا راحت وبقت بشكل تاني او اختلف اختفت وظهرت في الانر اسبكتس، فهي بتديسابير وبتغير من الخصائص بتاعتها. ده الايه الرسيمه مارجناتها. طب لو حصل افكشن للسي ان اس، طبعا اي حاجه بتأفكت السي ان اس هتبان على الماسلز، الماسلز حركات الماسلز بتاعه الطفل، يعني حصل اريتيشن للسي ان اس يعني انفلاميشن يعني اريتيشن، فدي اسمها سيدن هامز كوريا، كوريا يعني طفل بقى هتلاقي مره واحده كده بيحصل صادن املس مش قادر يتحكم في عضلاته، بيعمل حركات غريبه انفولانتري الريجولار ماسل ماسكولار موفمنت، ايديه بتخبط ايديه بترتعش مش عارفه رجليه، عضلات وشه يحصل حاجه اسمها تويتشنج او فيشيال جرايميس، يجي يتكلم يتهته مع انه كان بيتكلم كويس قوي وطفل في سن المدرسه، يحصل عنده سبيتش ديستربنس، العضلات بتاعته بتبقى ويك، ممكن يقع مش قادر يقف مش قادر يمشي كويس مش عارف يقعد. تمام، الاعراض دي بتزيد اكتر من لو حطيت الطفل في ستريس او انكزايتي، لكن لو ريحته وعملت له ريلاكسيشن الاعراض دي بتهدى خالص. تمام، والمشكله ان الاعراض دي ان هي بتحصل في طفل الروماتيك فيفر موست كومن زي ما قلنا في السكول ايج سن المدرسه، فالطفل يعني يبقى كبير وفي سن المدرسه وزمايله يتنمروا عليه، فبتاثر عليه ايموشنالي قوي، يعني سايكولوجيكالي هنا بتبقى حاجه مش كويسه للطفل، ان هو بدا يبقى في عنده سبيتش ديستربنس، بيعمل حركات لا اراديه، مش عارف يكتب مش عارف يمسك القلم، عنده فيشل جرانيسيس بطريقه معينه، فالفتره في الفتره دي الطفل يعني دايما بيبقى ايزوليتد او قاعد في البيت. فمشكله الكوريا ان هي فيها خطوره عاليه ان الطفل يعور نفسه، يعني لو الطفل ماسك اي اداه حاده او لو على كرسي هيقع لو في اي حاجه يعني ممكن يعور نفسه. تمام، نتيجه مش عارف يتحكم في العضلات بتاعته. اخر حاجه لو حصل افكشن للسبكوتينيوس تيشو هتظهر حاجه اسمها سبكوتينيوس نيديولز، وللاسف دي اسوأ علامه. ليه أسوأ علامة؟ لأن أنا لو شفت طفل جاي لي عندي سبكوتينيوس نيديولز يعني الطفل ده عنده كاردايتس، دي علامة أكيدة، يعني لو الطفل ده جاي لي بيشتكي من سبكوتينيوس وظهر على الجلد اللي هي الدوائر اللي انتوا شايفينها دي مش مؤلمة ولا حاجة،
يعني ديولز لها حجم معين صغير نص سنتي بتتحرك معايا موفابل، مفيش تندر نس ولا في اي بين، تمام، موجوده دايما قريبه من الاماكن اللي فيها الجوينت المفاصل او البون، تمام. لو لقيتها للاسف انا اعرف ان الطفل ده حصل له حاجه سيفير كاردايتس جاي متاخر قوي، ومشكله السيفير كاردايتس لو الطفل حصل له كاردايتس يعني هيحصل له روماتيك هارت ديزيز، روماتيك هارت ديزيز، ودي حاجه بيرمننت، الحاجه الوحيده بيرمننت من الخمس اعراض الكاردايتس. الكاردايتس بيحصل له بقى اكوايرد كارديفاسكولار ديس اوردرز اللي هو روماتيك هارت ديزيز. عشان اشخص هل هلاقي كل الاعراض دي خمس اعراض والماينور كلها؟ لا، جون على حسب جون كرايتيريا، جون قال لي حاجه من الاثنين، اعطاني حلين، يا اما علامتين ميجور اتنين ميجور زائد ان انا لازم الاقي دليل يقول ان الطفل ده كان عنده انفكشن بالبكتيريا اللي انا قلت عليها اللي هي الجروب A بيتا هيمليتك ستريبتوكوكر. يبقى اول حاجه كده تو ميجور كرايتيريا اللي احنا قلنا عليهم اللي هي الكاردايتس والبجراتري بولي ارثرايتس والارسيما مانجاناتا والسيدن هامز كوريا والسبكوتينيوس نيديولز، اي اتنين منهم بلس هعمل تحليل اتاكد ان البكتيريا دي بالفعل موجوده، تمام، او واحده ميجور فقط يكفيني بولي ارثرايتس والاقي معاهم اتنين ماينور درجة حرارة عالية مثلا وارسلاجين، تمام، بلاس برضو لازم البكتيريا تكون موجودة، هعمل تحليل يقول لي ايفيدنس ان الطفل ده كان عنده بريسيدنج جروب A بيتا هاملتك ستريبتوكوكال انفكشن، تمام. طيب التحاليل دي بقى انا هعملها ازاي؟ هعمل تحليل ايه؟ والله انا ممكن اخد كالشر للطفل وازرعه من الثروت، ثروت كالشر، وهيطلع لي المزرعه تطلع لي بكتيريا، بس دي هتاخد وقت وانا محتاجه ادي العلاج دلوقتي، فدي مش هتبقى لها حل معايا، تمام. انا محتاجه اشوف الانتي بوديز اللي اتكونت ضد البكتيريا دي في الجسم. كل بكتيريا بتدخل، كل انتي ايجنت بيدخل بيتكون له انتي بوديز جوه الجسم بيكون له، فانا لو لقيت البكتيريا دي نسبتها عاليه يبقى ده كده دليل ان الطفل كان عنده بريسيدنج انفكشن بيها. التحليل بتاعه او البكتيريا الانتي بايوتيك او الانتي بوديز دي اسمها ايه؟ انتي ستريبتولايسين او تتر، انتي ستريبتولايسين او تتر اختصاره اي اس او تي، انتي ستريبتولايسين او تتر، ده موجود في البلاد. رحت حللته لقيته عالي، اليفيتد، عالي يعني قد ايه؟ هو النورمال من 200 ل 400 تود يونت برميني، ده نورمال موجود من 200 ل 400، لو اكتر من 400 تود يونت برميلي يبقى ده الطفل كان عنده بريسيدنج انفكشن بالبكتيريا دي. يبقى ده كده ده الايفيدنس ان نقول ان الطفل عنده كان عنده انفكشن. بعمل تحاليل تانية بقى معاها اللي هي الاي اس ار والسي ار بي، واعمل اي سي جي واعمل اكس راي والكلام ده كله، لكن الحاجه اللي تقول لي ان الطفل عنده انفكشن بالبكتيريا اللي هي الانتي ستريبتولايسين او تتر الاقيها اكتر من 400. علاج الطفل ده ايه؟ حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان انا عايز اعمل ايراديكيشن للبكتيريا دي، يعني اديله هي بكتيريا يبقى علاجها انتي بايوتيك، هديله الانتي بايوتيك المناسب للبكتيريا دي عشان اعمل ايراديكيشن تماما ليها. تاني حاجه انا خايفه ان الطفل ده يكون حصل عنده افكشن للهارت، فانا عايزه امنع البيرمننت كاردياك دامج، لان لو حصل افكشن للهارت يعني حصل كاردايتس فالطفل ده هيبقى عنده بيرمننت كاردياك دامج، فانا عايزه امنعها. هعرف دلوقتي امنعها ازاي. بعد كده بقى ان انا هعالج بقى السخونيه، درجه الحراره العاليه، اعالج الارثرايتس، اعالج الكورية، فبالييشن ثيرابي للسيمتومز اللي موجوده عنها، وهمنع الريكارنس لان هي هايلي ريكارنت. فهنشوف اول حاجه كده ازاي اعمل ايراديكيشن. ايه هو الانتي بايوتيك او دراج اوف تشويس للبكتيريا دي؟ اللي هو البنسلين، اللي هي الاطفال كلها اللي ماشيه على بنسلين، تمام. البنسلين عندنا في منه انواع، بروكيان بنسلين 400,000 او اورال بنسلين في 200,000 400,000، او ياخد حقنه واحده اللي هي بنزاساين بنسلين دي بمليون و200,000، تمام. والاطفال دي اللي ماشيه على بنسلين لازم كل مره راح تاخد الحقنه بيتعمل لها اليرجيك تيست، لو حصل عنده اليرجي بياخد البديل للبنسلين اللي هو الاريثروميسين، كلنا عارفين الاريثروميسين، تمام. طب العلاج ده هياخده لمده قد ايه؟ 10 ايام. الانتي بايوتيك البنسلين هياخده لمده 10 ايام.
البروكيان بنسلم مدة 10 أيام، جرعة بنسلم في 3 مرات يوميا لمدة 10 أيام، لو أخد حقنة واحدة خلاص هي 1,200,000 دي حقنة بالعشر أيام كلهم، هي بتتاخد وانس، بتتاخد وانس البنزافاين بنسلم حقنة دكتور واحدة. هو نحفظ الدوز بتاعتي، نحفظ الدوز بتاعتي بنسلم؟ الدوز علينا. تمام. لو أليرجي هياخد إريثروميسين لمدة برضو 10 أيام. يبقى ده الإراديكيشن، يبقى أول حاجة كده إراديكيشن حد الأنتبيوتيك اللي هو البنسلين لمدة 10 أيام على حسب ما ياخد إيه. الأطفال كلهم بياخدوا البنزاساين بنسلين، يعني ده اللي مشهور، ده اللي موجود في الوحدة اللي هو حقنة البنسلين اللي هي لونها أبيض دي. باليشن بقى ان انا حد ساليسيليت عشان الارثرايتس اللي عنده والانفلاميشن، هخلي الطفل بيدرس مش هيروح المدرسه، هياكل كويس يبقى مرتاح، هعمل ايزوليشن، الكلام ده كله. طب ازاي امنع الريكورنس؟ همنع الريكورنس من خلال ان الطفل ده للاسف هيمشي مانثلي، يعني كل شهر اي ام انجكشن من البنزاساين بنسلين لمده لا تقل عن 5 سنين، اقل مده 5 سنين. يبقى عشان امنع الريكورنس للطفل ده كل شهر هيروح العيادات الخارجيه هياخد اي ام انجكشن من البنزاساين بنسلين اللي هي تركيزها 1,200,000 لمده لا تقل عن 5 سنين. او بقى من الحاجات الثانيه اللي هي الاورال بنسلين في او هكذا، او لو عنده حساسيه من البنسلين انرجي هياخد اريثرومايس يوميا. تمام. لمده 5 سنين، اتليست 5 سنين يا شباب. تمام. طيب انا اتاكد ازاي ان انا يعني هل كل الاطفال محتاجه تاخد تمشي على البنسلين لمده 5 سنين؟ قال لك لا، لو انت متاكد ان الطفل اول مره يجيله انفكشن بالبكتيريا دي وراح على طول للدكتور واكتشفه على طول واخد البنسلين دلوقتي، يبقى انا كده عملت ايراديكيشن، انا مش محتاجه البيرمننت بنسلين. بس دي صعب ان انا احققها لان الاطفال دايما بيدخلوا في ريبيت تشيست انفيكشن، ومفيش حد بيعمل سورس روت ولا بيعمل سوري كالشر ولا بياخد ولا بيعرف هي بكتيريا ولا فيرال ولا بيعمل ايه بالظبط. فانا مش بسهوله اكتشف ان هو اول ما جاله دور برد اعرف ان ديت ان جروب ايه بيتا هيميتوك ستريبتوكوك. فعشان كده الاطفال كلهم اللي بيجي بقى بالميجور مانيفيستيشن وبيشخص روماتيك فيفر بيمشي على بنسلين لمده لا تقل عن 5 سنين. كومبليكيشن اللي بتحصل من روماتيك فيفر كلها كاردياك، كاردياك لان بقيه المانيفيستيشن كلها بتريزولف بتصحى كاردياك. الطفل ده ممكن يدخل في كرونيك فالفولار ديزيز، يدخل في ريبيت تشيست انفيكشن، يبقى عنده كاردياك فيلير، انفكتيف اندوكاردايتس، يحصل اريزميا او اترال فيبريليشن، امبوليزم وستروك، حاجات كلها ريليتد للهارت، لان الهارت الحاجه الوحيده لو حصل له افكشن بيبقى بيرمننت. تمام. نيرسينج كونسيدريشن بقى عندكم مكتوبه برضو في الكتاب، اقروها حلوه هتعجبكم، حلوه قوي في الهيلث اديوكيشن لو قابلتكم، يعني نزلتي الاي ار او الامرجنسي او الاو بي جي في الكلينيكال ولقيتي امها، هتلاقي اطفال كتير بياخدوا بنسلين وخصوصا في وينجت وكده، تدي هيلث تيتشنج قوي حلوه عليه. مشكله الاطفال دايما والامهات في الكومبليانس. كومبليانس يعني ايه؟ يعني في الاستمراريه ان هي تدي كل شهر حقنه، لان للاسف الحقنه دي متعبه جدا للطفل، جدا تقيله على الرجل، مؤلمه، بتوقف رجله يومين ثلاثه، فهي الطفل مش بيحبها، فبالتالي الطفل مش بيبقى عايز ياخدها، فبيبقى في معاناه في الكومبلينس. فانا محتاجه اعرف الام، لا ده لازم، ده لو ما اخدهاش انت كده بتعرضي ابنك لخطر ان هو ممكن يبقى فيه مشكله في الهارت، فلازم ياخدها، لازم يستحمل الالم، لازم كذا. على الرغم ان هما دلوقتي بيدوا معاها ليدوكاين وبيعملوا حاجات كتيره قوي عشان تخفف الالم او متخفف مشكله الحقنه دي. تمام. فاهم حاجه عندي بقى اقول ايموشنال سبورت بقى نتيجه الكوريا، وخصوصا لو بنوته عندها كوريا حصلت، وازاي بقى امنع الديزيز وامنع الريكورنس. الكلام ده كله اقروه يا شباب، يعني موجود عندكم في الكتاب، حلو قوي مكتوب بطريقه سلسه جميله، اقروها. احنا كده خلصنا محاضرة الكارديوفاسكولار، اخدنا فيها الفيتال سيركوليشن وعرفناها، وعرفنا ايه اللي بيحصل ادبرس في الفيتال سيركوليشن عشان تتحول لسيركوليشن عادية زينا. تمام. اخدنا الكونجينيتال هارت ديزيز ساينوتيك واساينوتيك، اخدنا من الاساينوتيك خدنا نوع من انكريس بالمونري بلاد فلو اللي هو البيتا ديتاكتس ارتريوسيس،
واخدنا نوع من الاوبستراكتيف بلاد فلو اللي هو الكوركتيشن اوف اورتا، واخدنا الساينوتيك نوع منها واحد اللي هو الديكريز بالمونري بلاد فلو اللي هو التترالوجي اوف فالوت، وبعد كده اخدنا الاكوايرد اللي هو الروماتيك هارت ديزيز او الروماتيك او اكيوت روماتيك فيفر، وعرفنا ان هي موست كومن في السكول ايج من 5 ل 15 سنه، بكتيريا جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكل، عشان اعمل دياجنوزيس على حسب الجون كرايتيريا 2 ميجور مع الايفيدنس اوف انفيكشن، او واحده مين ميجور و2 ماينور مع الايفيدنس اوف جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكل انفيكشن. وعرفنا التريتمنت الدراج اوف تشويس البنسلين، مطلوب علينا مننا البنسلين، مهم اعرف جدا كل مره هتاخد بنسلين لازم اليرجيك تيست قبلها، بتصبر ربع ساعه وبتشوف لو حصل رياكشن ولا لا، لو حصل رياكشن منها بتاخد البديل بتاعه اللي هو الاريثرومايسين، عشان اعمل امنع الريكورنس لازم يستمر على الحقنه بتاعه البنزاساين بنسلين شهريا لمده لا تقل عن 5 سنين. اي سؤال يا شباب في المحاضره؟ شكرا.